هذه الحلقة برعاية أعزائي المشاهدين ومتابعين حساب بي اس اكشن، اهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة خليك في البيت مع مهدي رفيع. نشكر في البداية شركة تريكسول على رعايتهم الدائمة حق لايفات بي اس اكشن، وايضا نشكر مؤسسة مرسالك على دعمهم حق حساب بي اس اكشن. راح نتكلم عن مرسالك في الفقرات الجاية. بداية احنا في حساب بيس اكشن عندنا توجه الى تكريم واستضافة اللاعبين المتفوقين في لعبة كرة السلة. احنا حاولنا نتواصل مع الاندية على اساس انه يعطونا اسامي اللاعبين المتفوقين عندهم علشان احنا نكرمهم ونستضيفهم معنا في بيس اكشن، لكن ما كانت عندهم المعلومات. فاليوم قدرنا ان احنا نستضيف معنا اليوم في اللايف اللاعب عمران حسن. هو لاعب نادي المنامة ومنتخب الشباب، هو مثال للاعب المثالي. يسعدنا اليوم ان نستضيفه اليوم كونه من المتخرجين المتفوقين في الدراسة، ومو بس في الرياضة، في الدراسة ايضا، وله العديد من المشاركات في الفعاليات الخيرية والتطوعية، وايضا يتحدث بلغة الإشارة، لغة الصم والبكم. عمران حسن، يا هلا ومرحبا فيك، نورتنا، نورت حساب بيس اكشن. النور نورك اخوي مهدي. اول شيء مشكورين على الاستضافة في هالبرنامج الحلو، صراحة لي الشرف ان انا اكون في هالبرنامج الطيب. نتشرف احنا فيك وفخورين لك فيك صراحة. انا اسرة بيس اكشن فخورين فيك على اللي تقدمه وعلى التفوق، ومبروك التفوق والنجاح والتخرج. الله يبارك في حياتك اخوي. مبرز لك كم من سؤال شي خفايف بس. وايد من الناس يقولون ان صعب التوفيق بين الدراسة واللعب، يعني صعب انك ان تكون ناجح في الطرفين، في اللعب وفي الدراسة. اما الدراسه او اللعب، يعني لا تياود الدراسه او تياود اللعب، وانت ما شاء الله متفوق في الدراسه وفي اللعب. شلون ممكن ترد على هالفئه اللي يقولون ان يا انك تياود الدراسه او انك تياود اللعب؟ شلون ممكن ترد على هالفئه؟ هو الشيء صدق صعب، يعني مو سهل، لكن اذا الواحد حط له هدف ما بتشوف الشيء صعب، بيحاول يحققه ويسوي اللي يقدر عليه. اوكي، في مواقف قالوا لي عنك ان انت ايام اللعب وايام التمارين تاخذ الكتب معك، تدرس في الباص قبل التمرين، ما ادري في الهاف تايم بعد ايش تدرس ولا لا. زين، فترجع البيت تقول لهم قاعدون الفجر على اساس ان ادرس حق الامتحانات. ايش كثر صعب لك هالشيء، وشلون تقسم بين الدراسه واللعب؟ هو قد ما كنت اقدر انظم وقتي كنت اسوي، ما كنت اخسر ولا دقيقه ايام الامتحانات. زين، اودي الكتب وياي كل مكان، فتستغل كل شيء، كل شيء. الهاف تايم بعد كنت تدرس؟ لا ما يصير، ما كان يملين. زين عمران، انت لك مشاركات في الفعاليات الخيرية والأعمال التطوعية، كلمني عن المشاركات هذه وشين الفعاليات اللي شاركت فيها، وين شاركت بالضبط، شنو سويت؟ شاركت في وايد فعاليات ويا المدرسة. المدرسة هم يسوون ويقولون نشارك، وأنا أحب أشارك في هالفعاليات، مثل تعلم لغة الإشارة، تعلمنا النشيد الوطني، وزرنا ذوي الإعاقة، صرنا رابع وياهم، لعبنا وياهم، وزرنا مرضى السرطان بعد. اوكي، سوينا وايد اشياء. في لك مشاركه ان شاركت مع فريق قمتوا بتنظيف شواطئ شيء كذي؟ ايه، ويا المدرسه. انزين، اي شاطئ وشلون صار الترتيب؟ ودونا بحر المالكيه. انزين، ننظفه هناك ونسوي اعمال خيريه. يوم كامل خذ لكم هالشيء؟ مو يوم كامل، تقول 5 ساعات. أوكي، تقريبا. فشاركت في هالفعاليات. ايش كثر مهم لك انك تشارك في الاعمال التطوعيه والخيريه؟ احنا عندنا في فكره اليوم ان اللاعب خلاص دور انه يكون لاعب ويلعب وخلاص، ما له شغل في الامور الثانيه مثلا الاعمال التطوعيه والخيريه. انت ايش كثر مهم لك انك تكون بارت من هالاعمال والتطوع يعني؟ لا بالعكس، انا وايد احب اشارك في الاعمال الخيريه والتطوعيه، اشوف انك قاعد اسوي شيء زين، احب هالاشياء. تستانس لما تسوي شيء وتشارك معهم. انزين، قبل ما نختم معاك ابغيك تقول لي رايك في حساب بي اس اكشن لكن بلغه الصم والبكم.
ما اعرف ما اعرف شنو اسوي. شنو الاشياء اللي تعرفها في لغه الصم البكم؟ بس النشيد الوطني. النشيد الوطني قول لنا اول مقطع من النشيد الوطني. ايش يذكرني الحين لازم اروح ارد احفظ. ها نسيت يعني. زين اوكي. اليوم بيس اكشن يقدمون لك درع كهديه على التفوق والتخرج، وايضا مقدمين لك هديه عباره عن صورتك. شكرين ما قصرت. حاضر لك صورتك مع المنتخب لما حققت اللقب في البحرين. تستاهل الهديه وتستاهل اكثر من هالهديه. وايضا سلام. حساب بيس اكشن مقدمين لك درع تذكاري مناسبة تخرجك وتفوقك. تستاهل هالدرع، وبياخذون معك صورة تذكارية. عمران احنا وايد فخورين فيك وتشرفنا ان احنا استضفناك اليوم معنا، وان شاء الله من تفوق الى تفوق، وان شاء الله ما تقطع المشاركات الخيرية والتطوعية. ان شاء الله كل التوفيق لك، واتمنى لك كل التوفيق في اللعب وفي الدراسة ايضا. تسلم اخوي ما قصرت. شكرا اخوي عمران. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعين حساب بيس اكشن، يشرفنا احنا اسرة حساب بيس اكشن بالاعلان توقيع عقد الدعم والرعاية مع مؤسسة مرسلك لخدمة التوصيل. هالمؤسسة يقومون بتوصيل الطلبات من والى سواء المطاعم، اي شيء عندك تبي يوصلونه لك من البيت، من المطعم، من اي مكان ثاني، ما عليك الا تتواصل مع مؤسسة مرسلك. هما يقومون بالتوصيل من والى الاماكن اللي قمتوا بالطلب منها. فخلونا نشوف هذا الاعلان لمؤسسة مرسلك ونرجع لكم مع ضيوفنا. يعني ليه متى بتروح تشتري الاغراض اللي انا ابيهم؟ ابيك تشتري كلينس ومكسرات وحلويات ومنظفات خضروات وفواكه وعيش لحم ودياي. ها؟ الو؟ اي واللي سلمك؟ ابوس يدك. تمام. وبعد نايم يعني اللي ما رحت خذيت اغراض البيت؟ معك مرسالك وهذه أغراضكم، تفضل. مشكور. عفوا. تفضلي. شلون؟ شلون؟ أنت لو بس تهدين عنك تطحنا. أقول لك قالوا لي مرسالك مشوار الطريق ونضبطك. ضبطونا صح؟ صح. إي الحين ضحكتي واستمستي. يبي عنك الأغراض يلا. أعزائي المشاهدين، عودة مجددة معكم. خليك في البيت مع مهدي رفيع ونجومنا اليوم، نجوم نادي المحرق، نادي الذئاب. نبتدي أولا بالأكبر سنا السيد كاظم. سيدي أهلا ومرحبا فيك في حساب بيس أكشن، نورت اللايف اليوم. مرحبتين ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نكون أتحسن ظنكم إن شاء الله. نبدأ نروح إلى الأصغر سنا. بساري ينتظرك في الكومنتات. انزين علي شكرا الله يا اهلا ومرحبا فيك في حساب بي اس اكشن، نورتنا اليوم. اهلا اخوي مهدي، وهلا بيك وهلا بالمتابعين. ابو ساره خصوصا ابو ساره. سيد كاظم نبدا معك. نبغي نتعرف على سيد كاظم اكثر. تقول لنا السي في، شلون بدات اللعبه، وين بدات، اي نادي انتقلت، وعرفني على نفسك. طبعا اسمي سيد كاظم سيد ماجد، لاعب حاليا في نادي المحرق. بديت اللعبة في نادي الاتحاد
2011 انتقلت نادي المحرق، مثلت نادي الأهلي 3 سنوات وحالياً نادي المحرق. حلو. ننتقل إلى اللاعب علي شكر الله. علي شكر الله، عرفني على نفسك، قدم لي سيفي مالك. علي حسن شكر الله، 26 سنة، بدأت اللعب في نادي الحالة 13 سنة، 2013 وقفت سنة، رحت النصر الكويتي سنة، وحين 5 سنوات مع محرق. حلو. سيد كاظم، خلينا شوي نفرفش ونضحك بعدين ننتقل إلى الجد، عندنا سوالف جدية كبيرة. إنزين سيد كاظم، من يسميك الفاشينيستا وليش؟ أعتقد حسين شاكر. ليش يسميك الفاشينيستا؟ ما أدري ليش، يعني أصور يمكن فترة نادي الأهلي كنت أصور واجد سويت وأخلي من شينات إلى إلى المحلات السويت، ف فعندك التوجه حق اعلانات ما اعلانات تسوي اساسا؟ مو اعلانات، بس انا احب اساعد، اروح اقعد اصور الاكله يعني واسلهم من شيء. اوكي تمام، يمكن نستغلك في بي اس اكشن تسوي لنا اعلانات. زين شنو موضوع سبايدر مان وليهال؟ سبايدر مان العشق صراحه. تحبها؟ احبها واجد. ليه الحين؟ لباكر. ولد اختي. زين. اعتبره مثل ولدي يعني. اوكي. هو يعني ينحب، فاول ما خليته في كم فيديو شفت تفاعل كبير من الجمهور، ليه جمهور خاص. اوكي. فاذا اسبوع ما اخليه يسالوني عنه، وين سبايدر مان؟ وين سبايدر مان؟ وش اخر اخباره؟ يعزمونه على اخر من يومين قالوا لي جيبه اسطبل عندنا خله خيول وغيره، فصار مشهور. ازيد من زين سيد، يقولون في خاصية جديدة في الدفع المطاعم، نقدر ندفع بالبطاقة السكانية. هاي جديدة، أول مرة أسمع صراحة. شنو هالسالفة هذه؟ أنا رحت المطعم تبين تدفعون وأنت مقدم. إيه رحنا 3 guys. إنزين. طلبت فقال لي يلا يعني المفروض أدفع. إنزين. فبدأ أعطي بطاقة البنك، أعطيته بطاقة. والجماعة. والجماعه اشوفه مستغرب وهو قاعد يطالعني يعني، بس داركت الامر يعني. فانت بالغلط اعطيته بالغلط بطاقه ذكيه. زين علي شكر الله، ابي اعرف موضوع المدرب في الكويت لما كان ينادي اللاعب علي تقعد في المدرجات والمدرب قاعد يلعب قاعد ينادي لاعبه. هو قل لي القصه. في مدرب الله يذكره بالخير كان يصارخ وايد في ال يتفاعل وايد في المباراة في كذي. زين. أنا وميثم كنا قاعدين فوق، فا علي نادي علي ما أعرف نادي مين. زين. كل ما كل شوي يقول علي علي، حتى شوية الصوت يعني كذي بس. علي. أنت بعد كنت نادي علي؟ أنا وميثم قلنا علي وعلي، مشيت على الكابتن علي وعلي. أوكي. بدون ذكر سامي طبعًا. فضولي عليها يقولون عنك انه هادئ وخجول. لا هادئ انا. هادئ ها؟ زين. بس في اللايف ياكم. علي شنو سالفة الجوتي اللي تليك ماي بسبته المدرب وقف التمرين؟ هذا العام صار لي موسم لطف. زين. التمرين كان قوي كذي يعني، كان حتى التسخين كان قوي، ف أنا عادتي أن أحرق وايد أو أحرق أكثر. إنزين. فالتخسين كان قوي، التمرين بعد طول. لعبنا تخسيم، لعبنا تخسيم الحين. والله بسبك الحين أدي لك ورا، بسويت رسوبر، بسويت رسوبر، بروح سبرنت أطيح. السالفة. حجم العقبة. بروح كذي أطيح. أشوف الجوتي اللي الجوتي ليك. من العرق. بس كنسل التمرين خلاص. كنسل التمرين. كنسل التمرين. بسبب الجوتي. بسبب الجوتي. الله يعيننا. زين ابي اعرف سر الفانيله البرتقاليه اللي تلبسها تحت الحفره، شنو السر؟ هاي الفانيله البرتقاليه هاي تراث، هاي من زمان عندي اياها. من كم سنه تقريبا؟ امانه يمكن 2012 ايام الحاله. اوف شنو السر يعني اللي ما تغيرها دائما؟ لا بس يعني كان سيدي رحت محل شريت الفانيله عجبني الماتيريال فتمت معه والسبيان بعد الحين كل ما تشوفين ألبس الفانيلة
الفانيل البرتغالي. انا عاد لهم بعد اجيبهم. زين يقولون في المنتخب كانوا يخشون الفانيلة عنك وانت تعصب. ما يقدرون. كنت تعصب. خليه عندي. ما يحصلونها مستحيل. انزين سيد كاظم ايام الناشئين في نادي الاتحاد تروحون ترجعون من النادي مشي، قالوا لك ان الطريق فيه جن. في يوم من الايام كنت تشوف ان النخله تتحرك. شنو الموضوع هذا؟ شنو اللي صادق بالضبط؟ هو الموضوع امانه مرعب كان. انزين طريق ما عندنا مواصلات قبل، فنروح مشي فرق نخيل او مزارع كذي مهجوره. انزين فرحنا في الليل وكان الليله مظلمه شوي، كنا احنا ثلاثه واسمه عبد الله وعلي رمضان، شفنا نخله تتحرك يعني بقوه ما كان في هواء. زين فبدوها اثنين يركضون وانا وراهم. احنا اكتشفت ان انا واجد سريع صراحه. من الخوف شلتون عليها؟ ايه عقب فتره كذي سنوات قدام كان في المجلس قاعد يتكلمون كبار في السن، كانوا يقولون اذا تشوفون نخيل بدون هواء زين نخيل تتحرك معناته في شيء، في جن. في وانت شيل عليها على طول. كنت سريع وقفتهم. زين سيد انت شلون تتكلم مع العصافير اللي تجمعون عند ريشتك؟ شنو نقول لهم؟ عصافير شنو؟ تتكلم مع العصافير اللي تجمعون عند الدريشة، تتكلم مع العصافير طيور الحب. أمانة اللي يتجمعون عند الدريشة. إنزين. كل ما أنظف يجون. يعني أربعة أيام يرجعون. إنزين. يسوون لهم بيت. بس يقولون إنك تتكلم مع العصافير. لا أتكلم. ما أدري من اللي قال لك بس ما أتكلم. ما تتكلم معهم. ما عندي لغة. طيور الحب. لا ما. مو صوبك. كلش. في أول استدعاء لك للمنتخب في نص التمرين شرت والكل يدورك ما يحصلونك، ليش شرت من نص التمرين؟ هاي قصة طويلة شوي، بس هاي أول استدعاء لي منتخب عمر 16 أو 17 سنة. زين. كان جون سنيد المدرب والمرحوم أحمد سلمان الله يرحمه. كنا 16 لاعب في التمرين، طبعاً اسماء اللاعبين الموجودين يتقدمهم كابتن وح نجف، احمد مال الله، ياسر بن عفور، محمد نجف. اصغرهم كان النحله وانا اصغر من النحله، فكان 16 لاعب قسمنا خمسه لاعبين فانا كنت برا. اوكي. فكانوا يدخلون خمسه لاعبين يدخلون انا برا، زعلت مع انه صغير زعلت. فرحت لاحمد سلمان قلت له روح تكرم الحمام، فقال لي روح. ركبت فوق المدرجات كان صاحبي موجود، فقلت له انا بمشي جيب شنطتي ماشي، انا اقعد ليش ماشي. من المنتخب شرد؟ ها شرد. تزعل من هالامور اذا يتم تهميشك ولا ما تكون مثلا؟ الى اليوم. الى اليوم. ها الى اليوم اذا خاصه سمعت تصفيات معناته تجربني. اوكي. بعد انت تحكم علي اما تاخذني بدون ما تجربني تقطني؟ لا تتأثر. الى اليوم واجد. اوكي. سيد ابغى اعرف موضوع شيرت المنتخب اللي حطيته على الاباجوره في معسكر الشباب في تركيا. شيرت المنتخب حطيته على المنتخب؟ اي شيرت المنتخب في معسكر تركيا، حطيت التيشيرت على الاباجوره. هاي ما ادري من هو كان جاي في الغرفه. حسين حسين شاكر كان معك في الغرفه. اي واحترقت. شنو السالفه؟ زين من بجففها تبي تجفف؟ بس ما توقعت ان هي بتحترق يعني. زين وحركت الفانيلة؟ حركت الفانيلة شو ما احترقت الغرفة يعني. علي شكر الله، في الكويت انت تعرضت الى سرقة، حلو؟ ابغى تقول لي قضية السرقة اللي تعرضت لها في الكويت واتصلت حق منه وشلون هو فهم الموضوع. هاي ميتان جميل. زين قول لي القصة. كنا في التمرين عادي مالاً و لكن السيارة برا يعني. اوكي. بس ما في شيء في السيارة يعني. سيارات ايجار. بس خلصت التمرين بروح السيارة ل كاسين الجامع. زين. شكله يدورون على شيء كذي. زين. بس ما كان في شيء في السيارة يعني. انا وسيارة واحد لاعب ثاني. زين اتصلت في مين؟ ما في الا ميثم في هناك الكويت اللي كان وياه يعني كذي. اتصلت في ميثم قلت له ميثم شنو كمل؟ قلت له ميثم
تعلقت لسرقة. زين. هيثم يقول شنو؟ مو فاهم. ما فاهم شو تقول. زين. بس عقب يقول لي عقب رحت له شقالي قلت له هيثم. يقول لي شنو قلت ما سمعتك ما عرفت شنو. مو فاهم. عقب يقول قل باقوني ما يحتاج تقول هال. تعلقت سرقة ما أقول. إن رسمية سويت تعلقت لسرقة كذي فمو فاهم هو. حزت كنت شوي. تنشن كنت. ما عرفت أسوي وكذي. أوكي. بس. واحد في راسي يعني. إنزين شكرا الله قل لي موضوع لاستيك التمرين مع المعالج. سيد مصطفى هاي أيام كنت تأهيل من الرباط الصليبي. أوكي. كنت كان معالج إيفان كان هو عادة وياي بس كان في نفس التمرين فهو كان يروح التمرين فكان مساعد اللي هو سيد مصطفى. أوكي. كان ساعد يعني كان في الحزام اللبسة. أوكي. هو جودني أنا بس أروح سبلينت وأرجع جديد. فكنت نهاية الأيام التأهيل يعني. طقيت سبلينت الحديدة انفجت من هاي. زين. الحديدة هي في ظهري. قبض. شنو جاب لي داري مال خليفة. زين. مال صالة خليفة. طق في ظهري من الألم طقيت ليه فوق. في ثانيتين. من الألم. من الألم ركض ليه فوق. الله يعينك. أي أشياء ما تنسى. زين سيد في سالفه قالوا لي اياها توك كنت مشتري سياره جديده ولعب المباراه في معهد البحرين للتدريب قل لي السالفه اللي صارت واحد يبي يشتري سياره لانها نظيفه هي مو سياره جديده بس جديده بالنسبه لي انا توني شارنها زين عندنا مباراه نجوم ضد بي تي اي اوكي فعقب ما شاركنا المباراه خلصنا ركبت السيارة جاء واحد سألني صندوق السيارة شوي دب صاير فسألني يدخل منها هواء ولا لا تمشي زين قلت له لا اوكي ما يدخل منها هواء يعني فقال انا عندي نفس السيارة بس يدخل منها هواء زين مشى شوي مشيت انا دعمت في البيم اللي قدامي هم بيام في محطوطين زين فرجع لي مسكين فقال لي لا تقول انا حسدتك فما ما قصر يعني قال لك انا مالي خص مالي خص والله مالي خص ليش كانوا يسوون لك واسطه عشان تلعب دوري رمضان في البلاد في البلاد اي المهم دوري رمضان كانوا يسوون لك واسطه عشان تلعب ما لعبت في دوري شهر ما لعبت قدم ولا سلة؟ لا دوريات رمضان ما كنت تشارك ولا تلعبها؟ تقدر تقول لي من اللي قال لك؟ ما أقدر أقول لك من اللي قال لي؟ ما لعب دورات رمضان ما تلعبها؟ قالوا لي إن كانوا يسون لك واسطة عشان تلعب في دورات رمضان يمكن بس ما أذكر أشارك بس مو في نادي الاتحاد شاركت في نوايدرات شاركت في السترة بس ما في سالفة إن فيها واسطة وكذي ما تتذكر يمكن في واسطات يعني من تحت لتحت فيه أوكي بس ما تتذكر السالفة ما أذكر زمان كان يغلب في لعبة التنس طاولة في سوريا مستحيل يغلبني من هو؟ إن شاكر شنو كان اللي كان يصير بينكم؟ أغلب أنا عادي يعني سهل هو في التنس؟ سهل هو حسين هو يعني هو تعارف وياه يعني حسين مو منتخب ولا كورة كان في سوريا يعني سوريا تونس أوكي اللي تعرفت عليه شلون تعرفت عليه وشلون صرتم تلعبون تنس طاولة؟ بس ما في برنامج غير تنس هناك اوكي فدائما انت تغلبها بسهوله بعد ننتظر رد من حسين شاكر على هذا الموضوع علي شكرا الله يقولون ان انت في النوم تتكلم وايد تقوم ساعات تمشي تسوي حركات هل هالشيء صحيح ولا في مواقف صارت لي في مواقف صار لك فبذكر لك كم الموقف أبيك أنت تقول لي هالمواقف هذه سفرت منغوليا مع أخوك صادق في الغرفة نص الليل قعدت من النوم وطلعت من الغرفة رايح حق اللفت في أحد المعسكرات هذا كنا مخلصين مباراة ضد الفلبين أتوقع زين كنت لعب مباراة زينة ومجهود يعني لعبت يمكن 38 دقيقة والخطة كانت كلها علي يعني تحت الحلق تعبان فل تعبان حدي زين فرحنا الفندق نمنا صدق أخوي وياي نص الليل ساعة ثنتين ونص كذي أقعد من السرير كذي صدق يشوفني يقول لي شبيك يعني هو ما يدري أنت نايم ولا قاعد ما يدري زين أنا قاعد بس ما أحس بروحي يعني زين يعني يوم اللي عقب قالوا لي أقول أنا سويت كذي أبغى أنا حلمان زين بس والصج أنا صج مسوي هالشيء يعني زين شنو قعدت بس نعالتي ورحت هناك صدق عبالي بروح الحمام أنا نسيت الحمام يعني زين
بطل الباب حتى يقول علي وين رايح. اوكي خليك انت اصلحت. زين ان حجزتنا اخر الممر زين واللفت اول الممر زين. بس رحت مشي لللفت صدق يشوفني طقيت اللفت صدق سبرنت تعالي بتعالي رجعني الحجر نايم ترى قوم. ايه انا ما احس بشيء بس رجعني الحجر ونمت. اوكي اقوم الصبح اقول صدق يقول كذي تضحك شو السالفه. يقول انت امس مشيت ورحت اللفت لو هدك كان طلعت من الفندق بعد كان مواصل. ايه كان مواصل ضايع في منغوليا. بس هاي السالفه ندورك في منغوليا. في احد المعسكرات كنت مع علي عباس في الغرفه قعدت من النوم وقمت تدس سرير علي عباس. العباس نادي الحاله اي ايام معسكر الحاله معسكر بطوله الخليج 2012 نفس الشيء نص الليل كنا في حجره كذي هو نايم انا قاعد من السرير كذي لا اراديا بس كذي احرك السرير عليه والحبيب يقول ايش فيك؟ رحنا رحنا عادي عنده ولا يفتكر هو زين ما يخاف يعني لو واحد غيره كان شرد. ايه انزين في احدى المعسكرات دش عليك المعالج لما كانت معك كان معك في الحجره يقول سيدي مصطفى عادي يعني دش عليك وانت تسولف حزه النوم وكان كنا معسكر حق نهائي الكوست ضد المنامه زين وكان معي في الحجره. اوكي انا كنت متعود بالانكل فكان نظام يهتم فيني حق الثلج واللفت كذي بس هو كان يطلع يعني مع صبيان يدوريني سهل كذي عقب يجي الحجرة ينام وأنا كنت نايم يعني يدش الحجرة يشوف أنا أسولف أنا ما أدري نايم يعني يقول ها علي إيش فيك يشوفني أسولف يقول ها علي إيش فيك بروحك عقب عرف إنه أنا نايم وأنا أسولف وما ما يعرف إنه أنا ما أسولف فيه أنا نايم. إيه إيه في البداية متوهق معك ها سولف إنه ماي شيء طبيعي جدا يعني. أوكي إنزين يقولون ان في بطولة اسيا اللي صارت في الفلبين ان انت علي شكر الله كنت مع الفريق كمصور مو كلاعب شن هي السالفة هذه انت كنت مصور مع الفريق اي الله يسلمك فين فتحت بطولة اسيا انزين في الفلبين ما سافروا عنا المنتخب انا رحت قبل يومين كان نهائي الشباب او ناشئين شيء كذي فعقب يومين رحت لهم هناك هناك اول يوم اعداد هناك ترى اوكي بعدين ما عدنا شيء كان عندنا هواي كذي ف بدينا الاعداد اول تمرين شوتين كان ثاني تمرين قاعد برا على اساس ما بسوي كورن بس قاعد برا كذي وبس يوم العقبه المباراه ما دخلني ما شيكني ما سوى لي شيء بس قسمنا التصوير بعد شو اسوي ما في احد هناك ما في اعلامي هناك انا لا ما بعرف شو اسوي فمشيت السالفه شنو السالفه ايش اسوي انزين في واحد يتحداك في الكومنتات اللي هو اللاعب علي عباس يقول لك اتحداك تقول سالفه بنت ولد ترومان لا ما اقدر اقولها ليش ما اقدر سالفه ما تنقال سالفه ما تنقال علي عباس ايش علينا في الكومنتات يقول اتحداك تقول السالفه هذه فما قبلت التحدي ها قبلت التحدي جايين حق التحديات ما عليك انتم سعيد جاهزين لكم تحديات إنزين علي شكر الله بيعرف سر الخلطات اللي تسويها على الريوب في المعسكرات. شنو هي الخلطات هذه وشنو الخلطات الغريبة؟ الرحمن غالي ما يتوب. هاي نفس المعسكر بطولة آسيا في الفلبين. إنزين. هي ما خلطة ترى هي عادية يعني إحنا إذا تروح كوفي شوبات في كوفي شوبات يسوون الخلطة عادي يعني. بس لأن علي شكر الله يسويها في الخلطة. لا يمكن ذيك الحزة مو شياب ما عندهم الأشياء. إحنا الشباب عندنا الأشياء. إذا شنو هي الخلطات اللي تسويها مثلاً؟ مثلاً. كنا رايحين يوغا اتذكر فكنت نوتيلا مع بيض خذيت نوتيلا حطيت على السليس مشيت على السليس ايه؟ على صوبه بيض صوبه بيض اي ده صوبه وكذا داخل عدو اكل يعني عادي اوكي احنا نفس الاكلات نفس الوجبات احنا يسام اتيكيت في مطاعم الهاي هاي يعني ايه ايه ايه. خمسة دينار تحصله شو الفرق يعني ما فهمت يعني انت اهم شيء ان البيض تخلي صوبه اذا صوبه اوكي معناته صوبه تاكل نفس الشيء ما تفرق هاي تحت ميكسينج ها خلاطه فيه سيد كاظم في سفرة من السفرات كنتوا طالعين أنتوا شكر الله والإداري سيد مصطفى قررتوا أن تخلون علي شكر الله يقعد مع السايق قدام قل التفاصيل هذه تتفقتوا أن علي شكر الله قاعد قدام أساس أنه خلي باله مع السايق وهذا مو تعي دلي كل شيء أي هاي سفر الكويت الكويت راح نجرب الكويت لا أفسه راجعين من شو اسمه راجعين من إيه الكويت زين أظن كان استأجرنا سيارة أو شيء تاكسي أظن كان هو شاعر أو
اوكي المفروض شاك وياه يعني عشان اطالع الطريق وهاي اللي قدام لازم كل ما عشان لا يرقد الهاي شاك رقد قبله بس يقول ان عنده النومه ضغط الزر بس كذي وينام هذه سوالف وياك دائما راقد راقد عقب دايرك ما عنده مشكله ما عنده ما شاء الله ما عنده والله محسود انت يا نحسدك على الميزه اللي عندك لا يعني عادي الحين تنام علينا في اللقاء سيد كاظم يقولون في البدايات عقب ما كنت ترجع البيت من النادي كنت تعاقب في البيت شنو السبب وشن هي انواع العقوبات اللي كنت تتعرض لها في البيت انا ما ادري الصراحه من بسال بس ما اقدر صراحه اقولها لان اوكي لأسباب ما لأن يعني في البداية مثلاً العائلة ما كانوا راضين إنك تمارس لعبة السلة هم مو راضين كرة السلة نفسها يعني النادي مجتمع اللي في النادي خايفين سيتقاضم وين بوصل وين بروح أوكي أخلاقياً سوالف على أساس كذي كانوا راضين فكرة إن سيتقاضم فكرة النادي ما كانت موجودة بس أنت أصريت وكنت تروح بالخش ولا هي. أوكي كنت ترجع طول حياتي إلى لما كبرت يعني شوي خف يعني أوكي بس أوكي الحين أوكي ما عندهم مشكلة طبعا الحمد لله الحين العائلة قامت تتابع وسبورت تسأل إيه حلو الحين وصلنا إلى فقرة التحدي عصير طماط اليوم عصير طماط في ميكس شيء ثاني بقول لكم بعدين شنو هو السر إنزين وصلنا إلى فقرة التحدي مسوي لكم تحديات إذا قبلتوا بالتحدي وسويتون التحدي جايب لكم سويت سيد كاظم يحب السويت وأيضا تقدر تعزم علي شكر الله على السويت تأكلون السويت اللي هو عبارة عن كاكو وإذا ما قبلتون التحدي ولا ما سويتونه ما نفذتون التحدي عندكم هالخلطة هذه اللي هي عبارة عن عصير طماط مع فلفل مطحون وشوية ديتول أساس إن تعقم المعدة. أوكي. إذا تعقيم شو زين. فبخلي هذا قدامه. وخلي هذا قدامه. أنا بديك هذا واجد. المهم نبدأ بالتحدي الأول. نبدأ بالتحدي الأول. التحدي الأول مشترك ما بينكم. راح ندخل في نقاش. لجنة التحكيم متواجدين معنا هني هما. يقررون النتيجة أي واحد كان مقنع أكثر هو الفايز راح يأكل السويت واللي ما كان مقنع أكثر راح يشرب عصير الطماط ميكس مع حلو. فلفل مطحون إنزين التحدي عبارة عن شكر الله يقول لك إن أنت دائما تنصح بالزواج حلو إنزين فلنفترض إن سيد كاظم مو متزوج حلو. أنت جاي اليوم تبي تنصح سيد كاظم بالزواج حلو سيد كاظم انت رافض هالفكره نهائيا ما تبي تتزوج حلو تقدم الادله تقدم الاسباب تقول كل السلبيات اللي في الزواج اساس ان احنا نقتنع ان اوكي انت الصح وعلي غلط ونفس الشيء علي انت تقدم الاسباب والادله اساس تقنع سيد كاظم فبنشوف لجنه التحكيم شنو اللي راح يقررون بس ايه تفضل مهدي على حسب كلامه الاقناع على حسب الكلام الرد نبغيك تكون أقوى مو واقعيا إلا يعني مو واقعيا هاي مجرد تمثيل محمود الله مسابقة أوكي. وتحدي حلو فما يمثل الواقع نهائيا تمام أوكي حلو. نبدأ 1-2-3 نبدأ مع علي شكر الله المفروض هو ينصح إيه قل له ليش ما تتزوج ليه متى بعد فضل ليش ما تتزوج سيد زمتها يعني شايفتك رد على زيد والله تزوجت لا أبغيك أنت مفروض ما أقول يعني لا أنت تمثل أن أنت ما تبغي رافض الفكرة حلو. نهائيا تبي تقنع أنه ما أبغي أتزوج وش لك بالزواج كورونا وأوضاع وأزمة سولف معه كورونا أحسن سيد الحين ما في لا مصاريف لا شيء فرصة سيد حاليا عقب الكورونا بتعوضها يعني شو تعوضها بتسوي حفلة بتسافر مش مشكلة أكنت تصرف على روحك السافر وكذي كذي شو المشكلة تصرف على أصرف على واحد ما أصرف على اثنين يفرق في النهاية نفس الشيء عنده أنت زوجتك شخص واحد يعني لا في النهاية صرف الاثنين صرف اثنين إذا أنت بتسافر حلو ما تصرف على روحك
اي بصرف على واحد. انا قلتهم في النهايه بصرف على واحد. إيه؟ مو اثنين. الصف اللي واحد على اثنين سيد هذي. وفي النهايه بعد فوق ده سواه سيد. يعني استقرار. سنة نبويه و استقرار يعني في البيت و اتيوفيا هالك استقبلت شوي شوي بعد سيد. راح انت سافرت. اوكي. تبى تتزلج يعني في الثلج تاخذ زوجتك. أنا بتزوج بروحي عزوبي. ليش المشكلة تروح تحتاج زوجة؟ لا أنا استمتع غير. أحب سفرات الشباب أحسن. أوكي سفر مع الشباب شنو المشكلة يعني؟ شباب ونشاط. إيه شنو المشكلة؟ تحرك. إذا مو شرط تسافر زوجتك وياك. حلو إيش متزوج عجل؟ إيه إنزين سافر وياك بس ممكن تسافر. خليها في البيت ما بتسكت ترى. رحنا ورنا. صحيح ما بتسكت. قول له. تعوضها عقب؟ ما أعوضها سفرتين ليش أخسر؟ سفرة واحدة. بعد لازم شركة حياتك استمتع. لا لا تستمتع؟ قلت لك لا أنا ماديا أنا ليش أصرف على اثنين؟ تستمتع سيد؟ شبابي بس إيش المشكلة يعني؟ بس زوجتك سافر وياها استمتع إيش المشكلة؟ لا ما شكر الله يشرب شكر الله يشرب؟ خلاص لجنة التحكيم يقولون إن شكرا يا حلو حلو؟ يبين من وجهك إنه حلو سيد كاظم لك الهدية إن تاكل سويت ففي هالتحدي قرروا لجنة التحكيم بي اس اكشن برئاسة محمود تقوي إن الفائز هو سيد كاظم كان أكثر إقناع ما حد يبي يتزوجه حامي حرامي ما يصير كذي لأن لجنة التحكيم كلهم مو متزوجين وكلهم ما يبون يتزوجون حلو سيد كاظم فاز مع دقيقة سيد مهدي قبل هاي أنا قبل اقنعت بالزواج اقتنعت ولا لا انا اقتنعت صراحه إيه لما كلمتني إيه انا اقتنعت خلاص مفروض قافل لي الحين الحكم انا مو الحكم هنا شباب الحكم انزين في التحدي الاول قدرنا سيد كاظم يتفوق على علي شكر الله وحصل السويت تقدر تاكل سيد السويت ترى وانت تخش حق بعدين ما عندك مشكله بنت اللي قاعده انزين الحين شكر التحدي حق شكر الله بروحه حلو اذا سويت التحدي عندك السويت إذا ما سويت التحدي تشرب عصير طماط اللي نقول عنه حلو التحدي مال علي شكر الله يقول إنك تفتح ستوري الانستغرام تصور فيديو تقول أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي الحالة وأنا آسف إذا بذر مني شيء مو زين اتجاهكم بطل الكافي سيد بطل الكافي الحين بطل الكافي بطل الستوري أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة نادي الحالة وأنا آسف إذا بذر مني أي شيء. أتقدم بالشكر الجزيل لنادي الحالة وأنا آسف إذا بذر مني أي شيء غلط. نزل ستوري. أوكي. راح ستوري. سند. ستوري. أعطى السويت سيد استاهل. تفضل. غير الطعم ماله. لا ممتاز سيد. تقدر تغير. خلط بعد. حلو. الحين تحدي سيد كاظم امساله عقب تحدي سيد كاظم التحدي مالك يقول انك تتصل في محمود اكبر وتخليه سبيكر بدون ما يدري انه برنامج يمكن قاعد يتابعنا ما ندري المهم فتخليه سبيكر تكون جاد بدون ما تتغشمر نفس رتم من كل مره تكلمه تقول له ان انا عندي عرض من نادي الاتحاد وابي ارجع العب في نادي الاتحاد حلو تخليه سبيكر تكون جاد وياه وتدش وياه في نقاش حلو أنا بغزلك بس عندي معلومة عن محمود ما يرد على ما يرد ما يرد على أي اتصال قرب التليفون من المايك إذا رد نسمع صوته واضح إذا ما رد مو مشكلة إيه إيه مشكور عليه عادة ما يرد. ما يرد؟ إيه يتصل عقب. يا زعم مجهول وكذي. مدير. خلاص سيد. أنت اللي عليك إن أنت سويت التحدي وعليك بالعافية السويت. الله يعافيك. تقدر تاكل أي وقت. آخر تحدي مع علي شكر الله. حلو. ثلاث مرات تقول لي. قول. ثلاث مرات تقول لي عطوني غداي. سهلة. عطوني غداي وغطوا غداي عطية عطوني غداي وغطوا غداي عطية عطوني غداي وغطوا غداي عطية سريع ثلاث مرات مشكور لا تجرب أول تجرب عطوني غداي وغطوا
غدا عطيه اي ثلاث مرات سريع اعطونا غداي غطوا غدا عطيه اعطونا غداي غطوا غدا عطيه اعطونا غداي غطوا غدا عطيه خلاص ليش تشرب العصير نجحت نجحت علي شكرا الله نجحت في التحدي انزين وصلنا الى فقره الاعلانات دعم الاعلانات المنزليه والاعلانات الصغيره اليوم اعلان او فقره الاعلانات عباره عن حساب في انستغرام اسمه مهارات ارتس اند كرافت المشروع عباره عن فريق من الفنانين في حساب الكتروني واحد ليصلكم اينما كنتم هدف المشروع هو تطوير مهاراتكم في كافه انواع الفنون الخدمات اللي يقدمونها عبارة عن دروس تفاعلية متطورة وحديثة عبر اللايف وأيضا توفير مكتبة إلكترونية بالدروس المنوعة على قناة IGTV المشروع يقدم عبر حسابهم في إنستغرام دروس تفاعلية مجانية عبر خاصية اللايف أسبوعيا من الأحد إلى الخميس وأيضا يتم حفظ جميع الدروس على قناة IGTV في الحساب لتسهيل عملية تطبيق الدروس للجميع مهارات Arts and Crafts عندهم حسابات خاصة بالورشات ويتم تقديم عبر هذه الحسابات دروس خاصة للطلبة بعد حجز المقعد عبر الموقع والدفع عبر تطبيق Benefit Pay أو التحويل البنكي محتوى الورشات مرتب ومنظم بحيث تطبقون الأعمال في مدة 3 أسابيع والدروس التفاعلية عبر اللايف مرتين في الأسبوع تواريخ الورشات والأوقات يحدده المشارك مع المدرب والفنان عبر الحساب تبدأ الورشات في الأسبوع الثالث من شهر يوليو وتستمر لمدة 3 أسابيع تقدرون تشون على حسابهم وتشوفون ردود أفعال اللي شاركوا من قبل وش قد استفادوا من المشاركة في هذه الورشات في تطوير نفسهم ومهاراتهم الفنية الحساب هذا جدا مفيد للأطفال حتى للكبار يقدرون أنهم يشاركون مع مهارات Arts and Crafts يطورون من مهاراتهم الفنية ويقدرون يوصلون إلى أبعد الحدود في مهاراتهم. حلو كم عندنا وقت ولا نقدر نواصل 10 دقائق؟ وصلنا مع علي شكر الله والسيد كاظم إلى فقرة الجد. ضحكنا الشباب بس إذا تقدرون تشيلون سامان التحدي. شيلوا فقرة التحدي. ندش في الجدية نبي نعرف مواضيع اللي صادتكم في انديتكم شن هي المشاكل اللي واجهتونها شن هي التحديات بعيدا عن الترفيه والتحديات اللي سويناها نبدأ مع علي شكر الله علي شكر الله كلمنا عن انتقالك من الحالة إلى المحرق شلون صار الانتقال هذا انتقال من الحالة المحرق رحت الكويت حلو رحت الكويت بعد من الكويت المحرق شنو سر هالانتقال وليش طلعت من الحالة؟ أوكي يمكن أكون صريح وياك مهدي إيه نبغى صراحة إحنا بداية الموسم أو نص الموسم قبل أوقف حصلت أوفر من نادي عود يعني في البحرين أكيد أوكي طبعاً ابسط حقوق اللاعب ان تخبر اللاعب ان عندك اوفر من النادي الفلاني حلو واذا ممكن تعوضه يعني على الاقل ما تعوضه مثلا المبلغ اللي تحصله هناك على الاقل يعني شوي تعوضه جزء بسيط اوكي ف الاداره القبليه او ممكن شخص ما اعرف من الشخص او فلان انه شو السالفه ما حد يرى ان السالفه يعني ما خبروك ما خبر احد يعني حتى احد عقب فتره كذي خالي يعني تلاقي مع مسؤول من ذاك النادي عنده علاقة طيبة وياه المسؤول يعني قال إن درد عن أوفر كذي خالي قال لا يعني خالي حسين خالي قال لا وكذي يعني يقول كذي كيت 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 يعني أعطيناه بس النادي ما خبره عقب خالي اتصل فيني نسيته النادي خبره شيء قلت له لا بس خلص الموسم يعني خالي يقول لي مقتنع باللي تسوي فيك وكذي كذي لما أنا صراحة لا يعني فتش رأيك قال لي شوف أنا مفروض يعني أقل حق لك يعني إني خبرونك على الأقل عوضونك مثلاً مبلغ بسيط فبدأت الموسم أعداد بدينا رحنا بطولة الأسيوية في الأردن
يعني خبرتهم ان احتاج زياده في الراتب، لقيت يعني راتب احتاج على اساس ان ادفع مصاريف الجامعه يعني، توني كنت بحصل ليسن بعدها في مصاريف السياره، ما بخلي اللود على الوالد يعني. اوكي زين، ف خلونا نشوف يعني نشوف الموضوع. قعدوا اجتماع يعني شهر كذي تقريبا، ان انا اتمنى وياهم عادي عشان تنشيطي المفروض اريح، لان انا اوريدي موسم ما ريحت، كنت منتخب قبل، كنت ناشئين شباب طول الموسم، فما ريحت الاوف سيزون عقب احنا الاسيويه. فقال لي كان مدرب تورنمان ان التنشيطي ما بلعبك انت وكم لاعب عشان تريحون حق الدوري. قلت اوكي احسن عشان وقت المفاوضات مع النادي. فعقب انه قدروا ان انا اطلب زياده راتب كذي، قالوا لا خلي العب، خلي العب التنشيطي عشان نسجل في الكشوفات يعني. قلت له انا مو موافق، انا لا ما بلعب لما تشوفون حل حق المشكله اللي صارت يعني، ان طالب يعني زياده راتب ما خبرتوني ايش صار. صار الحين شهر، عقب كم يوم كذي، عقب كم يوم كلموني الاداره عندنا اجتماع وياك، قاعد اجتماع كذي، وقالوا قاعدين اجتماع مجلس الإدارة إن زيدناك أستحق المبلغ صراحة. أوكي. أستحق مبلغ بسيط يعني. كلش بسيط يعني، حتى ما وصل حق الخمس من اللي أنا طلبته. أوكي. زين. قلت لهم أشكركم على قصرهم، أنا بوقف بروح أشتغل شيء عشان أطلع المدخول عشان أدفع حق الجامعة يعني. أوكي. قالوا أوكي مو مشكلة، أول شيء حاولوا وياي، عقب قالوا مو مشكلة، يعرفوا إنه أنا أحب، كنت أحب النادي وايد من صغري، قالوا بيرجع بروحه وكذي. ما رده بيرجع. ما رده بيرجع. أوكي. بس مشت الأيام أسبوع أسبوعين، شفت ما كلموني، قلت لهم كلموني، قلت لهم عندكم أي شيء كلموا خالي. أوكي. خالي حسين. أوكي. هو وكيل أعمال يتصرف وياه، تبغون عندكم أي شيء كلموا. أوكي. وبس مفاوضات 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 ويا الخال، وصل لمرحلة إنه ما في يعني ما فايدة خلاص، لأن خالي أعطاهم يعني طلبات اكثر من كنت انا اطالبه يعني. اوكي. اضاف من عنده اشياء زياده. اضاف من عنده زياده على اساس ان انت شلون تهمنون اللاعب. اللاعب طلع مثلا هل قال ما اعطيتوه وايد او ما قدرتوه. ما قدرتوه. اوكي. لكن الحين انا مثلا انا اللي اتحكى عن اللاعب، فانا هاي طلباتي كيت كيت كيت. اوكي. وصل لمرحله انه ما في فايده. عقب صار لنا سالفه نفس الموسم برونو انتقل للمنامه. اوكي. بغينا نسوي نفس الحركه، انه قلت له حق الخال، خالي قال يعني. ما قدر من النادي بنشتري ستيرن هوك. أوكي. بيشترون استغنائك من النادي على أساس إن أنت تكون فري إيجنت. زين. فكلم النادي، قاعد اجتماع ويا النادي من أشخاص نادي ما أعرف. أوكي. بس قاعد يوم إن وطالبوا يعني مبلغ خيالي. خيالي خيالي يعني مو. أوكي. النادي طلب مبلغ. أغلى من البيت. أوف. إيه. النادي طلب مبلغ خيالي على أساس إن أنت تشتري. طلبوا مبلغ 200,000. قمت. زين. زين. بما معنى أنا ما تطلع من النادي. أوكي. زين. المبلغ تعجيزي. تعجيزي. أوكي. قال خالي قال مو مشكلة، أنت إذا بتحسبها كذي قسم المبلغ على، أنا كنت عمري 20 سنة 19 سنة. أوكي. زي أصل 30 باقي 10 سنوات. قال قسم المبلغ أنت على 10 سنوات وعلى 10 أشهر إذا بتحسب الموسم 10 أشهر. شوف كم لاعب يستحق. صح. طلع مبلغ هالقد. وانا حسيت كنت استلم 10 البيتات اللي هم قالوا عنها. اوكي. فيقول انت شلون تقيمون اللاعب هالقد وانتم تعطون هالقد؟ صح. ما يصير تقيم اللاعب انت قاعد تعطي اقل من اللي يستحقه، اللي انت قيمته مو انا بعد. صح. 10 من اللي هو يستحقه. اي فاعطوه حقه اساس انه يتم على الحاله. اعطوه حقه عشان يتم على الحاله احسن. زين. بس السالفه طولت وخالي قال لي كلميني الكويت. اوكي. ما دام وقفت موسم، لان هناك كان في قانون اذا وقفت موسم تقدر تلعب في الكويت. اوكي. وانتقلت الكويت نادي النصر، حصلت أول شيء كلموني العربي. كلموني النصر بس بحكم علاقة أيوب خالي كان لعب هناك في النصر، فعندي علاقات في النصر وخلصت فيهم يعني. أوكي. إنزين يقولون إن الحالة زادوك، بس هم أنت بعد كنت رافض فكرة الاستمرار مع الحالة. الحالة زادوني متى؟ كان باقي شهر أو شهرين خلاص خلاص أنا نخلص الموسم كامل. أوكي. وزادوني أعطوني أقل من اللي أنا كنت أبي قبل. يعني مبلغ شوي أقل من اللي أنا كنت أطلبه. أوكي. قلت لهم أنا خلاص ما بطلع من عندي يا خالي. أوكي. تبغى أي شيء كلمه. وإذا وصلت هالمبلغ اللي هو أو المطالبات اللي هو يبيها
ما عندي مشكلة. هو قال راح وقع راح وقع ما عندي مشكلة. أوكي. أنت ذكرت أن الانتقال من الحالة كان بإصرار من خالك حسين حاجي. هو أول شيء كان بي مطالبة بالأعطوني ما أعطوك انتقل. أوكي. فهل إلى اليوم خالك حسين حاجي يتدخل في هالأمور ويتولى الأمور هذه ولا؟ هو ما إيجنت رسمي بس أنا يعني حالياً. يعني تستشيره؟ إيه أكيد هو خوالي كلهم يعني أستشيرهم بس قبل كنت شوي أصغر. أوكي. فهو عنده عنده خبرة أكثر في هالأشياء. فكنت هو كان يكلم الأندية بس الحين يعني بس الحين أستشيرهم يعني هو باقي خيلهم كلهم أستشيرهم. أوكي حلو. ننتقل إلى السيد كاظم. سيد كاظم بنتكلم عن انتقالك من الاتحاد إلى المحرك. حلو؟ شلون صار الانتقال هذا خصوصا أن الاتحاد كانوا رافضين فكرة انتقالك؟ صحيح. شلون صارت الانتقال شلون صار وشن هي تفاصيل الانتقال هذا؟ طبعا الانتقال صار بعد 10 سنوات. بعد 10 سنوات من لعبك مع الاتحاد؟ لا من العروض. من العروض؟ هاي يبين أنهم رافضين. أوكي. يعني من 17 سنة أنا طلعت 27. أوكي. يعني طلعت متأخر من نادي الاتحاد. أوكي. يعني عروض من الأهلي محرق المنامة كلهم مرفوضة. المبالغ مثل ما قال شاك واجد عالية اللي يطلبونها النادي. تعجيزية. في المقابل إمكانيات النادي محدودة. يعني انت ما تقدر تعوضني اصلا. صح. يعني اذا قعدت انا في النادي انت ما تقدر تعوضني. وطموح النادي مو المنافسه، المحافظه على الميزانيه. في المركز السابع حافظ على الميزانيه مبلغ 20,000 فضل فقط. هذا الهدف وجودي 20,000. استغني عن سيد كاظم بخسر 20,000 من ميزانيتي. صح. هذا واقع انا فهمته يعني. في عمر 27 دخلوا المنامه رفضوا، دخلوا بعدين نادي المحرق. قبلها بأيام أنا قعدت يا رئيس النادي، طلبت اجتماع مع رئيس النادي، قعدت يا لمدة ساعة. كانت المشكلة في شنو؟ أن فترتها أم بشرة مريضة ومرقدة الله يرحمها. فقعدت وياه فقلت له أنا ولد النادي وإحنا كنادي مع المنطقة نخدم المنطقة، احنا ما نبي نتائج، احنا ما قاعد نحقق نتائج اصلا. هذا واقع، ما ادري رجال الفرق الكبيرة. صح. فقلت له عطنا استغنائي سنة، اي مبلغ يدخل انا باخذه بعالج زوجتي. صح. خدمة منك يعني شيء انساني. وبرجع بعد ما قلت له بطلع وبرجع، برجع سنة بعالج زوجتي برجع. كنت انا شايف مستشفى السعد تعطيهم 15,000 دينار هم يعالجونها، المبالغ الزايده يرجعونها لك. حلو. قلت له 15,000 انا بستفيد منها. قال سوري الموضوع كان انساني بحت. انساني. قال لي سوري الجمعيه العموميه يمكن تتكلم ضدي وارفض هاي الفكره. رفض. عقب دخلوا محرق والمنامه قبل بمحرق على اساس هاي الشيء الانساني. صح. من جي منوقع خلاص حتى يجيبون لي العقد في المستشفى كان السلمانية. أشوف العقد ما كنت أعرف بالعقود أول سنة، وكنت استعنت باحث اسمه كابتن عباس، ما أعرف اسمه عباس من منامة كان. أوكي. صح. عباس كان مساعد في الاتحاد يا جعفر الراشد فأعرفه وأعرف أن عنده خبرة فكنت أستشيره. زائدا أبو أحمد سلمان حبيل. أوكي. حزتها دين كنت أستشيرهم فوافقت حزتها حتى الراتب كان المفروض فوق. قلت له حسين الدراز ان ابوي نفس نجوم المحرك. أوكي. شنو يستلمون؟ هم بستلم مثلهم. حط لي نفسهم. ما هم باعلى. اوكي. يعني اول 3 سنوات وياهم راتبي مثلهم. لين ما عقب 3 سنوات هم راحوا فوقي بعد. اوكي. بعدين انا زاد راتبي في السنه الرابعه. المهم قعدنا في التوقيع جودني رئيس النادي. قال لي لازم تستغني عن 20% مالتك. لصالح النادي. للنادي. السبب محمد وهاب سوري بذكر اسامي بس لان هاي في خاطري من زمان. خذ راحتك. محمد وهاب لاعب منتخبنا قدم. صح. بطل الخليج حاليا لاعب الحد. انتقل عطوه بس مستحقاته ما عطوه 20%. حزتها كانت كان ابوه في الاداره
فأبوه قال إذا ما تعطون إذا تعطون سيد قاسم 20% لازم تعطون محمد وهاب 20%. نفس الشيء. نفس الشيء. إذا ما رضيت بنكنسل الصفقة. قلت له راضي. رضيت. ما أخذت 20%. فانتقلت بلاش. على راتب المحرق. أوكي. وبس انتقلت. يعني حتى مبلغ لزوجتي ما أخذت. أوكي. هاي هالقصة كلها بكل تفاصيلها. تفاصيلها إلى اليوم يتكلمون أن سيد كاظم طلع لأن زوجته كانت مريضة وتتعالج فعطينا هذا المبلغ. أوكي. لا ما استلمت أنا ولا شيء. ما استلمت. ولا شيء. الكلام اللي قال حالياً أن سيد كاظم استلم المبلغ. ولا مئة فلس. ما استلمت. فرحت أن أنت طلعت من الاتحاد رحت للمحرق خالي الوفاض. خالي. هذه القصة بتفاصيلها من انتقال سيد كاظم من الاتحاد إلى المحرق. سيد كاظم بعد المحرق انتقلت إلى الأهلي. حلو. وبعد الأهلي رجعت للعب مرة ثانية مع المحرق. شنو الخلاف اللي صار مع الأهلي اللي خلاك تترك الأهلي بالرغم أنك كنت تصرح كذا مرة أن أنت حلمك تكون لاعب للأهلي؟ حلو. بس سيد قبل ما تجاوب على هالسؤال وقتنا انتهى، وصلنا الى ساعة كاملة، لازم نقطع اساس ان نرجع مرة ثانية. مشاهدين حساب بيس اكشن خلكم معنا، نرجع مرة ثانية في البث. انت يعني ليه متى بتروح تشتري الاغراض اللي انا ابيهم؟ ابيك تشتري كلينس ومكسرات وحلويات ومنظفات خضروات وفواكه وعيش لحم ودياي. شش. الو. اي واللي سلمك. ابوس يدك. تمام. وبعد نايم يعني اللي ما رحت خليت اغراض البيت. معك مرسالك وهذه أغراضكم، تفضل. مشكور. عفوا. تفضلي. شلون؟ شلون؟ أنت لو بس تهدين عنك تطحنا. أقول لك قالوا لي مرسالك مشوار الطريق ومضبطك. ضبطونا صح؟ صح.
اي الحين ضحكتي واستنستي. يبي عنك الاغراض يلا. أعزائي المشاهدين ومتابعين حساب بيس أكشن، أهلا ومرحبا فيكم مرة ثانية في البث المباشر لايف خليك في البيت مع مهدي رفيع. قبل ما نبدأ وقبل ما نواصل مع الضيوف علي شكر الله وسيد كاظم، حبينا نذكركم أن يتشرف أسرة أو تتشرف أسرة بيس أكشن بتوقيع عقد الدعم والرعاية مع مؤسسة مرسالك لخدمة التوصيل. مرسالك لخدمة التوصيل من مشاريعكم ومحلاتكم لزبائنكم، وأيضا اليوم مرسالك الحين خبرونا أنهم يقدمون هدايا حق الضيوف سيد كاظم وعلي شكر الله من مرسالك، راح نقدم هالهدية بعد الحلقة مباشرة إلى الضيوف يوصلهم يوصلكم ما يقصرون، حاضرين لكم ومرسالك ما يقصرون معنا وما يقصرون معكم. احنا انتهينا عند سيد كاظم وكنا نسولف عن الاتحاد. قبل ما ننتقل الى السؤال الثاني عن الاهلي، كنا نسولف عن الاتحاد وانتقالك من الاتحاد الى المحرق وتفاصيل الانتقال. قبل ما ننتقل للسؤال اللي عقبه سيد، بغيت افهم شغله في نادي الاتحاد، انهم معروفين ان في تعاملهم مع اللاعبين ان يكونون جافين وايد مع اللاعبين، خصوصا اذا مثلا جاتهم عروض او اشياء ثانيه وايد يستصعبون الامور ويكبرونها. ليش هذا الشيء موجود في نادي الاتحاد؟ امانه يعني الفتره اللي انا وياهم مثل ما قلت في سبب انتقالي، هم تفكيرهم يعني مو لأجل الفوز أو لأجل المنافسة. عندهم فرق يديرونها، لازم فلوس تدخل عليهم عشان يديرون هاي المؤسسة. هم ما أدري هل هم فاهمين أن يا أنافس يا أصير نادي تجاري، يعني أستفيد أطلع مواهب أبيع وأستفيد، صح؟ يا تجاريا يا فنيا يا على مستوى اللعبة، صح؟ إحنا لا ماخذين لا مستفيدين تجاريا ولا فنيا له على مستوى الكره. يعني تقصد ان الهدف مو واضح؟ مو واضح. يعني انت تمنعني 10 سنوات ما اطلع، ما في سبب مقنع. اوكي، انت المقنع ان ما يقدرون نادي المنامه او نادي المحرق على المبلغ اللي احنا طرحناه. هم انت ما تقدر، صح؟ هناك على الاقل بنافس، بطلع معسكرات، حتى مكانتي في المنتخب غير مع نادي منافس. هذا واقع نحن في البحرين، صح؟ تلعب في نادي منافس بتكون لك قيمة في المنتخب، صح؟ أنا هاي مو محصلنها. أبسط الحقوق، أبسط الحقوق أروح منتخب لأن أنا نادي من الاتحاد، فمحشم، صح؟ من هو بيدافع عني؟ من يتكلم عني؟ هذا واقع. أنا شفت الفرق ما بين انتقالي الأهلي ومحرق، ما بيني أنا لاعب في نادي الاتحاد، مع احترام لنادي الاتحاد. أوكي، أنا أتمنى أن السياسة تتغير. حلو. سيد كاظم، وصلنا إلى سؤال قبل ما نقطع البث، أن بعد المحرق انتقلت للأهلي وبعد الأهلي رجعت للعب مرة ثانية مع المحرق. حلو. شنو الخلاف اللي صار مع الأهلي اللي خلاك تترك الأهلي بالرغم أنك صرحت كذا مرة أن حلمك هو اللعب مع الأهلي؟ تركت الأهلي رجعت مرة ثانية مع المحرق، شنو اللي صار بالضبط اللي خلاك تترك الأهلي؟ من البداية طلعت من نادي المحرق رحت الأهلي، كان عقدي سنة. عقب السنة كان في نادي المحرق وما بين نادي الأهلي. أوكي. أيضا فضلت نادي الأهلي عقد لمدة سنتين. في هالسنتين نتائج ما في فريق المنامة واقعيا كان واجد قوي. أوكي. يعني حتى لو احنا كنا يعني فريق مميز نوصل نهائي، بس يعني ما توفقنا يعني. عقب انتهاء العقد دخلوا علي المحرق. عقب انتهاء عقدك مع الاهلي؟ مع الاهلي. أوكي. صار ما بين المحرق والاهلي. اوكي. الاهلي المشكله اللي انا وياهم ماليه، مشكله ماليه. ماليه. اوكي. لعبت اياهم سنتين سنه مجان،
سنة كاملة تقريبا المبلغ اللي عليه سنة كاملة. شنو تقصد مجان؟ يعني هل انت تنازلت عن حقوق ولا ما استلمت؟ ما استلمت. اوكي. ما استلمت الى اليوم. ما استلمت الى اليوم. انت تطالب الاهلي؟ الى اليوم انا اطالب الاهلي واتمنى تنحل الامور يعني. اوكي حلو. على طاري المشاكل المالية اللي تتواجهها مع الاهلي، يقولون ان انت رفعت قضية على الاهلي. صحيح. شنو السبب؟ رفضوا يعطوني. رفضوا انه يعطونك؟ بس انت عندك عقد مع الاهلي، شلون يعني ممكن ان النادي يرفض؟ لجأنا للمؤسسة. اوكي. قالوا مو دخلنا، مو احنا الوسيط، احنا المفروض في العقد في بند لازم محكم ما بيننا. اذا في حالة خلاف محكم ما بين النادي واللاعب. المؤسسة رفضوا، الاتحاد رفض، رجعنا للاهلي، ما ادري ما تساعدوا. اوكي. فرحت لمكتب محاماة فكلمتهم الموضوع كيف كيف، قالوا نروح على هاي المسار، مؤسسة اتحاد، نكلم الأهلي ما في قبول منهم أو مساعدة نلجأ للقضاء. لجأنا للقضاء سنة وشوي، سنتين إلى الحين الموضوع ما يحضرون. أوكي. نادي الأهلي ما يحضرون. عقب جاء مشروع الشيخ ناصر. حلو. دفع مستحقات اللاعبين. فاجتمعت وياهم في مع اللجنة مال الشيخ ناصر. أوكي. قالوا لي أنت بدل رافع قضية إحنا مو فوق القضاء. فرجعت قضيتي إلى القضاء مرة ثانية. أوكي. فما استفدت من هذا؟ ما استفدت، بس هناك صار حكم، حكم عينه لنا محكم. المحكم رحنا ليه فقال أنا ما عندي مانع أن هي تروح القضية إلى المؤسسة مرة ثانية، لجنة اللي تعينها المؤسسة. أوكي. فحاليا هي في المؤسسة، الحمد لله أن هي وصلت المؤسسة مرة ثانية. أوكي. وأتمنى أنا من نادي الأهلي أنهم يتعاونون، وإحنا أعتقد وصلنا إلى يعني اتفاق. وأتمنى أن تنحل الأمور إن شاء الله، تنحل الأمور عن قريب إن شاء الله. سيد، أنت عندك متأخرات في المحرك ولا كل أمورك سليمة مع المحرك؟ مال الموسم إيه موجود، بس في تحركات أن يدفعون. اوكي. سمعنا انك قبلت بعقد جديد مع المحرك، ضميت فيه المستحقات واخذت تخفيض للمحافظه على العقد، صحيح الكلام هذا؟ اني ضميت مال قبل مع العقد الجديد واخذت تخفيض للمحافظه على العقد، صحيح هذا الكلام؟ لا، في مغالطه شوي في هاي. العقد كان المبلغ اللي انا ابغاه. اوكي. في متاخرات مال سنه اولى الشيخ عبد الرحمن، فقال هاي راتبين من حقك وفي مبالغ بدل شغل. أوكي. في فترة من مدة العقد لين ما تشتغل لازم تستلم مبلغ وقدره. أوكي. هذا تجمع المبلغ لأنك ما اشتغلت. لين ما اشتغلت. الفترة اللي ما بين العقد بداية العقد لين ما اشتغل هاي لازم استلم بدل شغل. أوكي حلو واضح. فالشيخ ما قصر، الشيخ عبد الرحمن الله يذكره بالخير ما قصر. قال أنا المبلغ أنا بتكفل فيه. حلو. اللي هو بدل الشغل. أنا ما أقدر أثبته للنادي. أول قبل لا أوقع أو أول تمرين الشيخ محمد الله يشافيه ورد لنا سالم يا رب، هو كتب لي شيك وعطاني، قال لي هاي متأخرات مالك وهذا حقك، وما قصر صراحة. فالأمور سليمة. سليمة نعم. حلو. كنت في مفاوضات مع نادي ثاني والمحرق مثله مثل أندية ثانية عليها متأخرات للاعبين ثانيين. حلو. هل من الممكن تشوف نفس اللي صار مع الأهلي ان انت تتجه للقضاء ضد المحرق على المتاخرات؟ ما اعتقد بصير هذا الشيء بسبب يعني ليش صار مع الاهلي ما بصير مع المحرق؟ اللي صار مع او المبادره اللي قام فيها الشيخ ناصر ما اعتقد يصير. اوكي. يعني اكيد النادي الانديه بتلتزم في نهايه الموسم بتسدد مستحقات اللاعبين. اوكي حلو. ننتقل الى علي. شكرا الله وايد، اعطيناك بريك وسيد تقدر تشرب ماي. اشرب ماي. علي شكرا الله، نرجع لك مره ثانيه ونادي الحاله. حلو. الحاله كانوا بانين امالهم عليك وخططوا بالاعتماد عليك تحت الحلك وتعاقدوا مع رشيم رايت، لكن خونت فيهم وطلعت، هل صحيح هالشيء؟ كان اتفاق انه يتم الاعتماد عليك تحت الحلق وسووا خطط وتعاقدوا مع رشيم رايت. هاي شيء يرجع حق الجهاز الفني، يعني اذا هو صدق يعني كان مسوي هالشيء اعتماد عليه وابي رشيم رايت في النهايه، يعني الاداره صدق يعني كانوا
هاي كان هدفهم ان يتم الاعتماد عليه كان حافظوا عليه يعني. بس انت يقولون ان انت خونت فيهم وطلعت. ما خونت فيهم، انا كنت مع مفاوضات مع النادي ما اعطوني حتى جزء من كنت اطالب فيه يعني. أوكي. حتى ما كانت مطالبات وايد فطلعت من النادي. انزين علي، شكرا الله. شنو سبب عدم اقتناع بعض المدربين خصوصا الاجانب من جسمك؟ ليش مو مقتنعين من جسمك؟ في صارت المواقف بعد يعني من هالشيء، يعني في مدربين حتى ما يشيكوني في منتخب صارت كم مره، حتى ما يشيكون ما بس تشوفون الجسم كذي يقول هاي شلون يلعب سله يعني. اوكي. بس ما يشيكون يعني حتى والله اذكر بس كانه كابتن ريانكم كان من ساعه ما اعرف حق اي مدرب كنا قال له شيك انت تشوف. اوكي. كنا كان مدرب رشاد هذاك رشاد. اوكي. مصاري كان كابتن ريان الله يذكره بالخير قال يقول هاي شلون خلوه عن منتخب الليست الاوليه حتى قال انت شيك تشوف كذي 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 بس يعني شيكني اوكي الحمد لله بس يعني اغلبيه ما يعني يقولون شلون هاي يلعب. فانت شلون تواجه المشكله هذه؟ انا اسوي اللي علي وادي احاول احط على روحي يعني واذا حصلت فرصه احاول استغلها. أوكي. والباقي على الله يعني. حلو. بالرجوع للنقطه هذه اللي ذكرتها ان المساعد كان ريان، هل انت توافق ان لازم يكون في مثلا مساعد مدرب او ستاف بحريني في المنتخب او حتى في الانديه بناء على النقطه اللي انت طرحتها انهم يعرفون اللاعبين يعرفون امكانياتهم غير لما نجيب مثلا مدرب اجنبي ما يعرف اللاعب بس قيمك على اساس ان جسمك كذي قال هذا ما يصلح، هل انت تشدد على اهميه وضروره وجود العنصر البحريني في التدريب؟ اي بقوه بعد يعني خصوصا اذا مساعد مدرب بحريني يعني يحتاج المدرب الاجنبي مساعدات من المدرب البحريني كخبرته في الدوري في اللاعبين الموجودين فيعني يحتاج ان العنصر البحريني المفروض يكون لازم ضروري. حلو علي، شكرا الله. عندك مشكله في التصويبات صح؟ زين هالشيء يؤثر على الدقائق اللي انت تلعبها، هل تعاني من هالجزئيه مع المدربين؟ ايه صارت لي وايد بس احاول اعوضها مثلا بشيء ثاني حتى اذا مثلا تصويبات اذا حصلت اوبن هاي في المنطقه اخذ تصويبات إذا ما في اوبشن احسن اخذ تصويب ليش لا؟ في بس في ساعات حصل اوبشنات ثانيه يعني افضي واحد يعني شوتر احسن مع حسن بدر سيد كاظم يعني اذا في اوبشن احسن احاول الحق الاوبشن احسن اذا ما حصلت شوتر عادي يعني. شنو هي الاشياء الثانيه اللي ممكن تسويها تغطي على مشكله التصويب اللي عندك؟ في مثلا هاند اوف سكرين، في باك دور. اوكي. في اشياء وايد يعني تغطي على هالمشكله اللي عندك. انت شلون ممكن مثلا تطور هالناحيه هالمشكله اللي عندك؟ المشكله العوده انا بالنسبه لي اتوقع ان اشوف ان الثقه يعني. اوكي. يمكن ما حصلت الثقه اللازمه عشان على انه اسدد يعني. اوكي. عشان تطور هالجزئيه وسط فتره من الفترات كنت في هذه الحاله اتذكر بدون ذكر اسامي مدرب كان يقول لي لا شوت ما بيك شوت. اوكي. ايه بس لعب باس ودافع لهالدرجه يعني. فمن عشان كذا انت ما عندك ثقه في الشوته؟ انا اتوقع هاي السبب الرئيسي يعني حتى ما تحصل ثقه يعني. اوكي. يمكن هاي الشيء. فكل اللي تحتاجه ثقه من المدربين يخلونك على راحتك تاخذ الشوطه أيوة. بس انا يعني كل ما حصل فرصه يعني تشوت عادي اذا ما في اوبشن احسن اشوت. أوكي. في النهايه يعني احاول افيد الفريق اول شيء عقب اشوف حق روحي يعني. اوكي. حلو. سيد كاظم يسمونك الديناصور لانك لعبت مع نوح نجف واحمد مال الله في المنتخب، شنو اللي اضاف لك من خلال احتكاكك مع لاعبين مخضرمين امثال نوح ومال الله؟ ليس منك ديناصور اولا. ديناصور يمكن عاشرت دلين يعني لاعبين. اوكي. انا عاشرتهم لان انا صغير لعبت فريق هو. اوكي. حلو. يعني 16 سنه 15 سنه كنت العب فريق هو. نادي وسط توصل فريق اول اسهل. فهالشيء يحسب لك يعني. يحسب لي ويحسب للنادي، نادي وسط الوصول لفريق اول سهل. اوكي. غير نادي منافس يحتاج مجهود كبير من الشباب عشان ياخذون مكان في ظل وجود النجوم غير شراء لاعبين وغير محترفين صعبه. سيد انت شنو يمثل لك انك انت لعبت مع لاعبين مخضرمين مثل نوح ومال الله؟ امانه هاي من الاشياء اللي اعتز فيها ان لعبت وياهم. أوكي. يعني خاصه كابتن مال الله احمد مال الله عاشرته 3 سنوات وتعلمت منه واجد اشياء يعني كثر بطولاته سنين للعبها خبرته كثر تواضع ماله
صح. يعني عمره ما رفع صوته علي، يعني انا اصغر منه بعشر سنوات وفوق، بس علمني هالخصائص. يعني تقدر تكون لاعب زين هم اخلاقك زينه، يعني تقدر صح، يعني مو بالصراخ وبالغرور بالعنتره لا. حلو. سيد، شنو هي اسباب اعتزالك دوليا؟ هذه محلي سالفه طويله، لازم تعطوني وقت شوي. تفضل، الوقت كله لك. طبعا في ثلاث امور ان شاء الله ما تكون اكثر. الامر الاول عائلي. اوكي. بنتي ساكنه في بيت عمي، فما اعطيها وقت واجد. اذا تلعب دوري 6 أشهر 8 أشهر بعدين بتعد للمنتخب، يعني طول السنه انت مشغول، فما عندي وقت لها. اسافر اياها تقعد وياي، انا اشتغل تمرين ارجع اياها ساعه اقعد اياها خلاص، يعني في اليوم ساعه واحده. فالامر شوي عائلي سبب من الاجتماعي. يعني فريقنا ما اعرفهم، يسالوني احد من البلاد ما اعرف. اوكي. تفتقد انت هالشي تخسره. فهاي الامر الاولي. الامر الثاني ما حصلت تقدير في المنتخب. انا مثلت منتخب من 2003 الى 2014. كل سنه اروحها ما بين مقطوط او على الحافه اروح، يعني شوي انا عش كل مضغوط. اوكي. تلعب انت مضغوط. اخر سنه كان مع الكابتن سلمان 2015، اول ما رجع الكابتن اخذني يوم انتهى بتصفيه. نعت في هذا المنامة، صارتني أسخونة أو شيء، غبت تمرينين، فخبرتهم أنا مريض، فرجعت بالتمرينين شفت معاملة مختلفة. حلو. كان التبديل إذا في تقسيمة أو شيء كان التبديل بروحنا. فإذا يجي يبدلني لاعب أدخل، عقب دقيقة يبدلني الكابتن سلمان يقعدني. أوكي. وأنا كنت أكبر لاعب سنا في المنتخب. أوكي. يعني أنا وحسين شاكر كنا أكبر لاعبين. فعقب فترة أسبوع كلمت طرشت لي مسج، قلت لي كابتن أنا تعلمت منك واجد أشياء، لأنه أول مدرب أخذني ضمني في المنتخب، فقلت لي أنا تعلمت منك واجد أشياء كابتن، عادي مثل ما بديت وياك أعتزل وياك، أنا ما عندي مشكلة، بس لا توديني وأنا كذي، خلني في النادي أستفيد أتمرن في النادي، أنا في نادي منافس أحتاج لياقيا أحافظ على نفسي، فلا توديني بدون يعني اخر شيء تقطني مو حلوه لي. اوكي. الصوره ما بتكون حلوه. مو حلوه. فقال لي لا انت ولدي وما شلون، المهم رجعت التمارين نفس المعامله او افضل بشوي. فكلمت كابتن نوح نجف، قلت له كابتن ما بقى اروح بهالصوره في المنتخب. هاي صار في رحلتين، طائره تروح قبل، ممكن شاك يدري شاك في المنتخب انت موجود في طائرة ثانية، المقطوطين في الطائرة الثانية. أذكر صار مشكلة ما بين هشام وفدى المنتخب، إنه كان في الرحلة الثانية أظن، بعدين صار في الأولى وش كذي. فكلمته ثلاثة أيام ما جاوبني كابتن نوح. عقبها بيوم قبل بيوم السفرة قال لي يلا برز شنطتك وهاي وتعال. كابتن نوح ما يبغى يتكلم وياي عشان الحين ما يدري، ما يبغى يقول لي لا تجي عشان لا تصير لي مشكلة أنا. أوكي. فسكت عني فعشان بس اجي عشان لا تصير مشكله. فرحت لعبنا مباريات، سبع مباريات وديه تجريبيه، انا لعب سبع دقائق ومباراة واحده، ست دقائق قاعد. عقبها جمعنا في غرفه قال انا عرفت روحي اوريدي ان انا خلاص مقطوط. فقطاني رجعنا البحرين، فكلمت نادي الاهلي قلت لهم قدموا رسالة رسمية إلى الاتحاد إن أنا بعتزل. قالوا لي لا انتظر شهر شهرين، بس عقبها رجعت لهم قلت لهم خلاص بعتزل. خلاص اتخذت القرار. اتخذت القرار بسبب التهميش في المنتخب اللي صادق. عندك أي عتب على الكابتن سلمان رمضان في هالمنتخب؟ إيه. شنو اللي تبي تقوله؟ شنو الرسالة اللي تبي توجهها للكابتن سلمان رمضان؟ كثر ما أنا أحترم الكابتن واجد واجد، تعلمني واجد في كرة السلة، يعني هو اللي أضاف لي الكثير، يعني أنا طلعت من نادي الاتحاد للمنتخب فتعلمت في المنتخب كل شيء، يعني هو علمني ثلاثة أرباع اللعبة كمدرب
ما عندي كومنت عليه، من أفضل المدربين، بس كنت أتمنى إنه يقطني. ولا يصير هالشيء. ولا يصير هالشيء. أنا قلت له قبل، أنا المفروض ما بيننا يعني ما بيننا إن سنين منتخب. فكنت أتمنى من كابتن سلمان يقطني. أقعد في البيت. ولا أطلع بصورة هذه. ولا في 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 نقطة مهمة مهدي في هالموضوع، يمكن البحرين ما في. يمكن. أنت إذا ما تبي لاعب ولاعب مهم وليه سمعته في البحرين ليه تاريخه مثلا، مو أتكلم عن نفسي، أي لاعب بشكل عام، بشكل عام سووا له سالفة أنه هو اعتذر. أوكي. طلع للصحافة أنه هو معتذر. أوكي. مو حلوة إلا أنك تتقطة. صح، الصورة شوية مو بحلوة. إيه إيه، اتفق وياه، أنا ما بوديك المنتخب، صوري أنت لك تاريخك ولك معزاتك ولك تقديرك، بس احنا بنسوي هذا الشيء ان انت معتذر، عندك مشكله، عندك ما ادري شو، عشان تطلع للناس وللصحافه انت بصوره حلوه. صحيح، حافظ علي. صح، اما تاخذني وتقطني لا، ما اعتقد انها حلوه في حالك. اوكي حلو. سيد كاظم يقال ان سيد كاظم ما يرضى بالتبديل في المباريات، وهالشيء يبين من تعابير وجهه، هل صحيح هالشيء؟ احيانا ايه، ما ترضى بالتبديل احيانا ايه. ليش؟ لان معظم اللاعبين ما يبغون يبدلون. هل هالفكره يعني تشوفها انها صحيه من اللاعب، ولا هذا قرار فني؟ هي مو صحيه. بس ساعات اذا تشوف اللي ما يرضى بالتبديل يلعب مره ثانيه فتحس انها هي صحيه في البحرين. اوكي، يعني اذا تشوف واحد طلع شات البنش بيلعب مره ثانيه انت تشوفها صحيه يعني. صح، انا بيلعب مره ثانيه، وهاي المفروض ما يصير. من الاساس ده المفروض ما يصير. بعض الاحيان مهدي تتراكم عليك. صح، بتنفجر مره واحده، مباراه مباراتين ثلاث، في مشاكل تصير. انا في نادي محرق تصير مشاكل. بس انا من النوع اللي ما اطلعها لا في الاعلام، بتكون ما بيني وما بين النادي. اوكي، في تصير مشكله، الشيخ في واحده منهم كلمني الشيخ عبد الرحمن يقول ايش فيك سيد، يعني اول مره اشوفك كذي. فقلت له يعني هي شيء مباراة بعد مباراة بعد مباراة، خلاص ما تقدر تتحمل، ما تقدر تتحمل، لأن أنت مضغوط، أنت محترف. أوكي. جمهور يطالبك بمستوى. صح، أنت تعاملني معاملة مختلفة لا ما أرضى. أنا عندي قانون في الرياضة، تعامل لاعب رقم واحد لا 12 نفس الشيء. بالضبط، دفع رواتب، أخلاقيا تعامل، أنت لا تتعامل إياي على مستوايي. صح، تعامل وياي كإنسان. صح، أنا إذا أتعامل وياك كإنسان أحترمك، احترمني. صح، يوم اللي أنا مستواي مو زين ما تعطيني وجه ليش؟ صح، خطأ إذا كبير. أنا مصاب تهملني ليش؟ خطأ كبير، مشكلة عودة عندنا في البحرين. فهني اللاعب يخاف يقول أنا مصاب، يروح مكانه. صح، المشكلة هذه وين موجودة بالضبط؟ تتوجه رسالة لمن؟ هاي المسؤولين، أنا أعتقد أن المسؤولين هم في المشكلة هذه. المسؤولين في الأندية ولا المسؤولين؟ المسؤول إذا يجي إداري مثلاً، أنا ما أتكلم عن هذا محرق بشكل عام، بشكل عام في البحرين، نعم. الرياضة في البحرين، إذا الإداري يفضل اللاعب الأساسي على البديل هاي مشكلة عودة، أنت تخلق مشكلة في الفريق. صح، تسوي جو مو صحي في الفريق. أنا أوكي أنت تبين أعطيك، أنا يمكن أعطيك 80% بس بتصرفاتك بعطيك 40%. صح، فأنت احترمني قدرني كلاعب، في النهاية أنا إنسان وأتأثر. أنا إنسان، أنا عندي مثال كله في بالي من زمان أقوله يعني. صدق. أنا في امتحان عطيت مهدي ساعة ونص، عطيت نص ساعة ورحت لمهدي لأنك أنت تعزه وتحس أنه بيطلع مثلا مهندس في المستقبل تساعده. هاي السؤال مفهوم كذي، المفروض تساعده. صح، وأنا مهمول تهملني. أكيد. مستحيل اجيب نتيجه مهدي. بالضبط، مستحيل. بالضبط، في الكره صاير كذي، تعطي لاعب 40 وكل اهتمام وتعطي لاعب البديل 10 دقائق وتقول له تعال سوي كل شيء، دخلت كذي بدون خطه او بدون شيء. إيه. تعال العب، توفقت تواصل في مباراه. صح. ما توفقت تبديل، التبديل خليني اطلع من طوري و حلو، وضحت الدرجه، وضحت الصوره سيد. نرجع إلى علي، شكر الله علي، شكر الله الخجول.
على شكر الله البعض يعتبرك ان انت لاعب مهمات فقط، وبالرغم من ذلك نال دورك الاساسي في المنتخب. شلون ترد على الفئة ان يقولون انت مثلا لاعب، المدرب يستخدمك حق مهمة معينة ويريد يطلعك، يقولون انت لاعب مهمات، في المقابل ان نشوفك انت لاعب اساسي في المنتخب، شلون ترد على هالاقاويل؟ اول شيء اخوي مهدي انا ما عندي مشكلة مع هي كلمة مهمات، في النهاية الفريق ما يكتمل اذا كل واحد يسوي مهمته صح، ما يصير كلنا هدافين، ما يصير كلنا دافع، ما يصير يعني في النهاية الفريق يكتمل بهال مثل ما يقول احجية صح، كل واحد يكمل الثاني عشان تاخذ الهاي، كل واحد يسوي مهمته بالضبط. اذا انا دوري في مثلا منتخب يحتاج مني اسجل وسكرين ادافع اي شيء اسوي مهمتي في النادي نفس الشيء، شو شنو مهمتي، شنو الاشياء اللي يحتاج منها الفريق مني يعني او اقدر اساعد فيها اسويها، سواء سكور سواء دفاع سواء اي شيء يعني. فانا اشوف مشكله كلمه مهمات شوي مقللين شانها اوكي، وهي بدونها ما حد ياخذ بطوله يعني، كل فريق يحتاج هالمهمات كم يكمل الشيء الثاني يعني. حتى اللاعب السوبر ستار حتى مايكل جوردن بدون سكوتي بيبن بدون دينيس رودمان ما كان ممكن يكون جوردن بالضبط صح. علي شكرا الله كنت قاب قوسين او ادنى من الخروج من المحرق والانتقال الى الاهلي، شنو اللي صار بالضبط وليش ما تمت الصفقه هذه؟ ما كنت قاب قوسين بس كنت جري من الانتقال الى الاهلي، كنت في مفاوضات مع الاهلي يعني. زين شنو اللي صار وشنو اللي خلى الصفقه ما تتم؟ هو شنو كنت حاط اولويه حق المحرق يعني على السنوات اللي عملونا فيها باحترافيه و شيء يعني تمام كان يعني، فكان دي أولوية حق محلق يعني. فقعدت مع محلق وأقنعوني وعطوني يعني أوفر لي مناسب لي يعني. فواصلت مع المحلق. الأهلي يعني مشكور يعني، ما أقول لهم مشكور ما قصرتوا يعني، إن شاء الله الجايات أحسن إن شاء الله. ففضلت عرض محلق يعني. أوكي. مع أن احتمال كان عرض الأهلي أحسن. بس أنا فضلت هذا محظى يعني بسبب التعامل بسبب السنوات يعني أنا مرتاح معهم يعني. أوكي. يقولون من الأسباب اللي خلتك تفكر إنك تطلع من المحرق هي الدقائق القليلة اللي تلعبها في المحرق، هالسبب اللي خلاك إنك تفكر تطلع من المحرق وتروح إلى نادي ثاني، شنو اللي خلاك تجدد موسمين مع المحرق؟ هل إنهم وعدوك إن مثلًا أنت تلعب أكثر ولا صار حديث حول هالموضوع ولا لا؟ لا لا ما له خاص، لعب دقائق اكثر ما له خاص بالإدارة يعني، في النهاية هاي شيء فني. اوكي. هل انت تضايق من انك ما تلعب دقائق وايد؟ العب دقائق وايد مش شيء اللي يضايق، الشيء اللي يضايقني ان اقدر اعطي اكثر وابى اعطي اكثر حق الفريق بس ما تحصل فرصة انك تكون في الملعب. اي يعني شيء مو في يدي. اوكي. فهمت علي؟ لا احاول اقدم اكثر، اعرف اني اقدر اقدم اكثر، وعارف إذا كنت مع المجموعة أقدر أفيد المجموعة أكثر. أوكي. بس هالشيء مفيد يعني، كنا صارتينك بسنجل فما عندك مشكلة أن تكون على دكة البدلاء وتشجع لاعبينك وتصفق لهم؟ دائما أشجعهم، دائما يعني أكون إيجابي معهم، في النهاية أنا عندي الفريق فوق كل شيء. أوكي. بس بعد تحاول تقدم حق الفريق، تعرف عندك إمكانية تقدر تقدم حق الفريق، بس حتى ممكن تشوف اللي داخل يعني ممكن مو متوفق، بس مثل ما قلت لك انت رابطنك بسنجل انت يعني مو في ذلك شيء يعني. اوكي حلو. يقولون ان علي شكر الله تلقى مكالمة من شخصية قوية في النادي غير جهاز كرة السلة، ابقت شكر الله في المحرك، من اللي اتصل وشنو اللي قال؟ اتصال رحت لاجتماع قعدت وياه يعني. اوكي. طلبوا منك اجتماع مع من؟ شنو اللي صار في الاجتماع؟ الله يشكر بالخير محمد بن دينا. اوكي. من سير النادي. ف نفس الاجتماع يعني اعطيت كلمه ان معاك ما خلص نفس الحز يعني. اوكي. فشنو اللي صار في الاجتماع اللي خلاك تقول اوكي تم انا معاكم؟ انا قلت اذا قال ابو علي شيء خلاص. اوكي. فقلت له تم. قلت له تم. اوكي. نرجع لسيد كاظم. سيد، هل انت لاعب مكمل ولاعب ادوار ثانويه؟ هل انت راضي بهالدور؟ يقولون سيد كاظم انه هو لاعب ثانوي او لاعب مكمل، هل هالشيء حقيقي او هل انت راضي بهالدور اللي تقوم فيها؟ طبعا مهدي اي لاعب تساله بيقول لك لا،
بقول لك لا. اوكي بقول لك لا لاسباب. طبعا اسباب المدرب، اسباب سمعتك سابقا. اوكي يعني اذا جي مدرب يوظفك توظيف معين، اي مدرب يجي ياخذ الفكره نفسها. اوكي ما يغيرها يعني، تمشي عليك. بس انه مكمل ما ارضى ان اكون لاعب مكمل. تقدر تقول ان في لاعبين قاعدين يأدون داخل، يعني مثال النهائي اللي عام تكلمت اظن يا محمود قوي في نادي المحرك، فقلت له انا قدمت مستوى زين بس في النهايات ما لعبت. السبب مو بس ان انا لعبت او لا، اللي داخل كانوا يقدمون افضل مستوياتهم. انت ما تقدر تبدل احمد حسن افضل لاعب في النهائيات، ما تقدر تغير بدر سجل ثلاثيات اوقات حاسمه. صح. انا شنو دوري؟ ما لي دور هنا، ما اقدر اخذ دور اكثر. أوكي. دفاعيا اي نعم، بدخل اسوي اللي علي دفاعيا، اذا ثلاثه لاعبين يكفي انهم مسجلون. بس في وايد مباريات انت كنت نقطه تحول في المباريات، واذا ما خاب ظني ضد المنامه في الكاس انت كنت من اهم الاسباب اللي المحرك حققه الكاس. فاشوف ان انت يعني ما تقل نجوميه، ما تقل عن النجوم الثانيين. يعني شوف مهدي، لاعب البديل اذا لاعب دخل سجل اول سكور دش في المباراه، دخل في المباراه، احنا يحمد ربنا انه بياخذ منس اكثر، بياخذ وقت في المباراه اكثر، فياثر وايد، ياثر واجد. يعني ساعات تغلط غلطتين محسوبه عليك كلاعب بديل. اوكي اساسي مثل ما اقول لك معامله لازم مختلفه. ما اقول هاي الشيء غلط، بس الاساسي يعطي غلطه غلطتين ثلاث ينعطى لانه لاعب اساسي. صح، عنده فرصه، عنده فرصه. اللاعب البديل لازم يدخل على حكم المدرب شنو يقول. يقول انت دخلت لان داك غلط، فانت لازم ما تغلط، فغلط اللاعب الاساسي وغلطك صار غلط كبير. صح، فيحسب عليك انت كبديل. صح، اذا توفقت ودخلت في المباراه بتكون نجم المباراه وبتواصل. بتواصل، خطأت تقعد مكانك. حلو. نذكر السادة المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا عبر اللايف ان اي واحد عنده اي سؤال يبي يوجهه الى النجوم علي شكر الله او السيد كاظم، فيقدر يكتب اسئلته في الكومنتات واحنا راح نقرا الاسئله ونوجهها الى الكباتن. محمود تقوي احسن واحد في بيس اكشن، متمكن اعلاميا، اتمنى له الصعود الى منصب مذيع قناه البحرين الرياضيه. محمود تقوي شهادتي فيه مجروحه وما اقدر، يعني هو زميل فما اقدر امدحه اكثر يعني قدام. المهم نرجع مع سيد كاظم. يقولون سيد ان انت في نادي الاتحاد كنت الامر والناهي لدرجه انك كنت تشيل مدرب وتحط مدرب، شلون كان رايك مسموع وكنت كنت تقدر تاثر في هالقرارات؟ هل صحيح هالشيء ولا هذا الشيء؟ جدا جدا مو صحيح. مو صحيح كلش. اوكي. اللاعبين اللي عاشروني انا ككابتن قبل فريق. قبل ما تكمل سيد قاطعك بالخير، ان هالاسئله اللي يقولونها الجمهور مو بيس اكشن، احنا مجرد ان نطرح الاسئله هنا على اساس ان انت تبين وجهه النظر. هاي من افضل الاسئله صراحه، لازم ابينها. اوكي تفضل سيد. اللاعبين اللي عاشروني في لاعب صاحب اسمه احمد عبد العال. اوكي انزين، من فتره اللي انا كنت فيها كابتن فريق الى ما طلعت من النادي تغير مدرب واحد، مدرب اجنبي. اول مدرب اجنبي يدخل النادي، فكان عنده الفاظ مو زينه، واحنا كنادي مال قريه. صح، البلاد عذاري صالحيه، مجتمع محافظ. محافظ ما يمشي عندنا هذا الشيء. اوكي يمكن احنا يا زعم احنا قاعد نتصنع هذا الشيء، ان احنا مجتمع يعني وصلنا او ثقفنا ان عادي نتقبل ذا الشيء. فلا، اوكي المفروض حتى النادي الكبير ما يتقبل هذا الشيء. خط احمر، خط احمر هاي في نادي الاتحاد، هاي ما يمشي عندنا. فكلمت الاداره ان هاي ما نبغي ذا المدرب بسبب الالفاظ النبيه اللي يقولها يستخدمها. اوكي فهاي بدلنا. اما مدربين ثانيين اسال المدربين، جعفر راشد كان موجود اخر سنه انا كنت موجود، عقيل ميلاد كان موجود، كلهم اللي مروا. حتى في اسال اي مدرب اساله هاي، وانا كنت كابتن فريق ما تغير ولا مدرب، امر وناهي
الإدارة أعطوني هذا الشيء. أوكي. إن التزامي بالتمرين، التزامي وحبي للنادي والمستوى مالك، فهم يعطونك دي الصلاحية، هم يرجعون إليك. أما أنا الأمر ناهي، فلا أتمنى أن أكون أمر ناهي. أوكي. علي شكرا الله. في بطولة آسيا اللي صارت في منغوليا قدرت أنك تحصل تحصل على لقب أفضل ملتقط كرات اللي هو الريباوند وسط العمالقة اللي كانوا متواجدين في البطولة. شلون قدرت تحقق اللقب هذا وشنو يمثل لك هذا اللقب؟ طبعا اللقب يمكن أفضل واحد من أفضل القب يعني حصلته، وكيد يعني مستانس من هالشيء يعني في آسيا على مستوى آسيا حتى ولو على فئة الشباب يعني ووسط عمالقة يعني أنا بالنسبة لهم كنت ولا شيء يعني هم أوكي. كل واحد مترين فوق يعني بس كنت موفق يعني الله وفقني يعني هاي الأشياء وأكيد بمساعدة زملائي يعني. أوكي. شنو يمثل لك مثل هالألقاب الفردية اللي تحققها أو يحققها أي لاعب؟ هاي بتم هالشيء يعني معاه لين ما آخر يعني حياتي يعني بتم شيء مميز فيه لين ما يعني. هل أنت من اللاعبين اللي تدور الألقاب الفردية ولا الألقاب الجماعية ولا تقول مثلا الألقاب الفردية ما لها أي معنى إذا أنت ما حققت؟ بالضبط. الألقاب الفردية بدون بطولة بدون إنجاز ما لها أي قيمة. يمكن يأثر فيك كفرد بس أنت كلقب جماعي هاي اللي يطلعك أكثر ولها فائدة يعني. لقب فردي يعني ما أشوف يمكن له أهمية بس مو يعني بالنسبة حق اللقب الجماعي ما ولا شيء يجي عندي يعني. أوكي حلو. هل من الممكن نشوف علي شكر الله يلعب في الحالة مستقبلا؟ أكيد ليش لا، بالعكس يعني أفتقد هالشيء يعني هم في النهاية هم النادي الأم يعني هم اللي أبوني كبروني وعلموني كرة السلة يعني هم الأساس. حلو. هل شكر الله مهمش في المحرك بسبب مركزه وكثرة اللاعبين في هالمركز؟ يمكن و هم يعني المركز مشكلة الحين صاير شنو إنه أو الكل يقول إنه شكرا الله خمسة شكرا الله خمسة. أوكي. ومش على شكرا الله خمسة يعني أربعة خمسة إذا محترفتي خمسة إذا بتقول شكرا الله بس خمسة محترفتي بخمسة يعني شكرا الله كله بيكون ورا المحترف يريح المحترف دقيقة دقيقتين ساعد على ما يريحه. أوكي. فمشكلة هالشيء صاير في عقليات البعض إنه شكرا الله بس خمسة لعب أنا لعب أربعة خمسة أنا في النهاية من صغري أول ما لعبت كنت أربعة يعني بس ساعات كنت خمسة إذا كنت يعني أطول في الفريق في الفئات بس الأغلب كنت أربعة يعني في الحوالي أربعة في نصر الكويت أربعة محلق أول يوم كنت أربعة. حلو. أنا خلصت الأسئلة اللي عندي العداد اللي عندي خلصته. يعطيك العافية. الله يعافيك. فبس ما الحلقة الحين ما خلصناها ننتقل إلى إلى أسئلة الجمهور في اللايف عندنا أي واحد عنده أي سؤال يبي يوجهه إلى الكابتن نقدر نقرأ المشكلة الكومنتات كلها على محمود تقوي. حيادية محمود تقوي جعلته يكون إعلامي بارز ومحبوب لجميع عشاق السلة. أبو سارة يقول محمود تقوي طاقة إعلامية. الكومنتات كلها على محمود تقوي. فالأسئلة حلو. سيد كاظم تشوف روحك كمدرب بعد اللعب؟ هل تشوف نفسك مدرب؟ إن شاء الله إن شاء الله. علي شكر الله يقولون لك غير شوتك بتتحسن في الرمية، طريقة الشوت غيرها يقولون لك. هو يقول لك يقول الكلام سهل فعل صعب. نوح شهاب يقول علي شكر الله أخ عزيز وسيد كاظم قدوة اللاعبين بأخلاقه. نوح شهاب قلنا محمود تقوي بعد ما بقرأ ليش أي شيء عنك. مسكين سيد لو كان الأمر والناهي كان من زمان طلع من النادي. أيوب حاجي يقول لك هاي من القدوة. أيوب حاجي تعتبره قدوة. قدوة. نشوف سيد كاظم محب لنادي المحرق رغم أنه مو ولد النادي من الفئات، شو اللي يخليه محب للنادي ويتقبل وايد أمور؟ وهل الجمهور له دور في وفائه للنادي؟ أنا كلام دائما أقول عن نادي المحرق مو مجاملة فيهم، يمكن شاك يعرف هاي الكلام لأنه صاحبي قبل لا يكون زميلي في النادي. كيان نادي المحرق كيان مختلف أمانة. أوكي. يعني
جمهوره و يعيشونك لاعب من الحب، لاعب خيالي. كنت مساهم ب40 دقيقة أو دقيقة، يحترمونك يعني، يقدر مجهودك، حضوره في التمارين، نادي لا خلاف عليه. حلو. أمانة مرتاح. شكرا الله. أنت متهم أنك تضيع تحت الحلق متعمد أساس تأخذ ريبونت من حسب لك ريبونت. هذا يا أحمد حسن يا محمد حسن، ما في ريبونت. هل هالشيء صحيح؟ لا مو 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 شنو هو، انا ممكن احاول اسجل اذا ضاعت بعض اللاعبين، اذا ضاعت خلاص يعني يا ايس و اي يعني خلاص، انا لا انا اذا ضاعت احاول اخذها مره ثانيه اسجلها. أوكي. يعني ما يعني مو نهايه الحياه اذا ضيعتها. اوكي يعني مو متعمد يضيع على اساس انه يسجلون لك ريبون. احنا ما تقدر تسوي كذي احنا محترفين خلاص. اوكي سؤال الى شكر الله، ليش ما لعب في المنامه مع اخوه صادق؟ أمانة أنا حصلت كلموني المنامة أول ما رجعت من النصر، يعني كلموني المنامة بس فضلت عظم حالك يعني. أوكي يقولون إن الكرة تحبك من كذي، دائما تشوفك كثير ربان. أكثر مشاكل تصيدني هذا ما يعمل ما في المنامة. ما عندي مشكلة يعني، شو المشكلة يعني. أوكي سيد كاظم، هل ممكن تشوفك ترجع إلى الاتحاد ومتى؟ سؤال من سيد شرف. عادي احتمال السنة، في احتمالية ترجع لنادي الاتحاد، ما عندك أي مشكلة؟ في مفاوضات النادي، في عرض من النادي بس تحت الدراسة، هم مسوين لجنة مؤقتة ما عندهم إدارة لحد الآن. أوكي. فكلموني أعطوني العرض، فلما أقدر أتفاوض وياكم حاليا لما أشوف يعني نادي المحرك. أوكي شنو الشرط الأهم اللي ممكن تخليه في هذا العقد مع نادي الاتحاد؟ أهم شرط ما تتنازل عنه. عودة اللاعبين المعارين. أوكي. حسن علي علي هلال يرجعون، تيم محمد طبعا عنده عقد، والأهم المنافسة، إذا ما عندكم فكر منافسة ما برجع. حلو. محمود تقوي أشكر كله. محمود تقوي أنصحكم تستقبلونه. بوسارة يقول سيد، يوجه سؤال إلى سيد شرف، شلون يرجع ناديه الأم وهو حقه مهضوم؟ مهضوم حقك في نادي الاتحاد؟ كان. أوكي. اليوم تغير. سيد شرف يقول بيرجع بإذن الله وهذا ناديه وبيته. ما يقصر. سيد كاظم بارز للإعداد كوتش صالح سلوان، صالح سهوان. طبعا الكابتن له دور كبير في الحمد لله سنتين بدون اصابات، الاعداد قبل الموسم مهم، ومن افضل المدربين وشاب وطموح، واتمنى له التوفيق. يقول لك جاهز للاعداد؟ 100% جاهز. ليش طلع من الاهلي سيد كاظم؟ امور ماديه. امور ماديه زين. كاظم بيرجع للاتحاد جاوبنا. هل تؤيد قرار المحترفين في المربع الذهبي؟ سؤال موجه إلى السيد وإلى علي شكر الله. أول شيء نبدأ مع الأكبر سنًا، هل تأيد قرار المحترفين اثنين في المربع الذهبي؟ أنا جاوبت قبل اللي هو 50-50 أأيد ورافض، بحكم أن أنا صارتني تجربة أن إليك أدوار مهمة في الأدوار الأولى، بعدين أدوارك أو مجهودك في الدوري كامل يروح. صح. تكون أدوار جدا جدا بسيطة دفاعية أو مكملة، هي مهمة للدوري، إعلام منافسة، يا أنه من البداية أو النمو أو مو في النهائيات اللي المفروض اللاعب يطلع فيها ويثبت روحه ويثبت نفسه. يعني أنت رايح نادي كبير حق المنافسة، حق ذي المباريات. صح. تخسر المباريات هذه فلا، بسبب هذا القرار. هذا القرار نعم. نسمع رأي علي شكر الله في هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي حق الإعلام أو المنافسة أو التشويق أكيد محترفين يعني نهاية مستواهم يعني هم أعلى من البحرينيين يعني. أوكي. بس إذا بتشوف من ناحية اللاعبين يعني بحصلون دقائق مالهم، لا ما أيد إن اللاعبين كلش يعني، إذا بدي أحسب محترفين 5 في الملعب محترفين يعني مثلاً 40% من الفريق. صح. وصعب إن المحترف يتبدل كلش صعب يعني. انت يعني عندك 3 مراكز يلعبون فيه يمكن كم 10 لاعبين، فجدا صعب انك توزع التوقيت عليهم. صح.
يعني رايك من راي سيد كاظم. سيد كاظم تفكر ترجع لأهلي؟ تفكر ترجع لأهلي؟ صحيح اعتقد صعبة. صعبة صعبة ارجع. هل بسبب خلافات المادية او في خلافات؟ لا خلاص، لان انا افكر في الاعتزال، طريقة الاعتزال. اوكي، فيا ان اواصل سنة مع المحرك، محرك او نادي منافس ثاني اللي هو في عروض يعني اندية ثانية، او ارجع نادي الدومي. اوكي سيد كاظم، شو اخبار الزراعة؟ كلها ماتت. تحمست اول ايام. حلو. رأي الكباتن في التايجر حسين شاكر سيد، بعدين علي شكر الله. أنا ما أتمنيت يطلع من نادي الأهلي. ليش؟ شفت مكانته في نادي الأهلي، غير الأمر والناهي. أي حسين شاكر في الأهلي كان الأمر والناهي في. إيه. أوكي، شنو اللي تغير لما انتقل إلى المنامة؟ في أمر ناهي غيره. أوكي. أمانة هناك مو القصد انك تسيطر على الدقايق او تسيطر، لا هناك جمهور يعني عاشقينه. صح، حسين شاكر عشق في الاهلي. حتى انت تكون مهمش في الفريق، يعني من زود ما انه مستوى زين او مو مستوى زين يظل افضل لاعب. صح، حب اللاعبين اليه، حب الاداره اليه، حب الجماهير اليه، وانت في نادي منافس. يعني احنا طلعنا لانه مو منافس، مو انديه منافسه يعني. اوكي، فكنت ما تتمنى ان حسين شاكر يطلع من الاهلي؟ واتمنى انه يرجع على عاد. اوكي. علي شكر الله، رايك في التايجر حسين شاكر؟ التايجر ما عليك لا ما يحتاج تعليق، يعني هو انا قلت توم ون اوف ذا بيست ايفر يعني من بوينت جاردز، يعني ما شاء الله عليه محافظ على يعني خصوصا لياقته، يعني شخص زي ما يقولون يحب اللعبه، يحب الشيء اللي يسويه. اوكي، والله وافق ان شاء الله، نستفيد منه وايد يعني احنا كلاعبين شباب، يعني ترانا شباب. اي طبعا. سؤال حق شكر الله، شنو رايك في اللاعب احمد مال الله؟ بالنسبه لي اي شيء يقول ايدول، ايقونه يعني انا اللي هو اللي استفيد منه في طريقه اللعب، في طريقه اللعب، في يعني فكره، يعني انا كنت وايد احبه شخصيا كلاعب يعني. اوكي، كطريقه لعب، طريقه لعب، حتى مثل ما قلت كاظم، يعني هو قبل لا يكون لاعب مشهور وهاي انسان متواضع، كبير في اخلاقه، كبير في اخلاقه. حلو. محمد جلال يقول سيد كاظم كله سلبي. سلبي من اي ناحيه؟ ما ادري، يقول كله سلبي. نيجاتيف كله. السيد صحيح عرض عليك المنامه اللعب معاه وانت رضيت نادي المنامة، رفضت نادي المنامة، هل صحيح ان منامة قدموا لك عرض وانت رفضت هذا العرض من نادي المنامة؟ انا ما رفضت نادي المنامة، طريقة العرض كانت ما بيني وما بين النحلة. النحلة عنده استغناء ماله. اوكي. وانا ما عندي استغنائي. اوكي. كابتن نوح كلمني قال لي يعني نوعا ما اتصرف مع النادي، طلع استغناءك او احنا بنجتمع وياهم، فكان اسهل طريقه كانت النحله. اوكي، فالنحله راح المنامه سنتها، انا رحت المحرك. اوكي، هذا هو السبب فقط. اي نعم. بساره يسال علي شكر الله، ماذا يعني لك خوالك حسين وايوب لاعبين الكبار؟ قدوتي في الحياه في اللعب خصوصا. تستفيد منهم؟ اكيد، هما يعني اي شيء يصيرني في النادي، في اللعب، مفاوضات، اي شيء يتعلق بكرة السلة، حتى في الحياة ساعات، هم الاول اشخاص اللي اروح لهم. اوكي، حلو. احمدي يقول لك ملك السويت سيد كاظم. شكرا، انا حس مدح. شاك، ليش دائما يبتسم امام المهاجم؟ يبتسم امام المهاجم ينرفزه ضد الخصم، يعني ليش دائما تبتسم؟ لا انا دائما بس ضد الخصم، يعني دائما مبتسم، يعني حلو. الخصم برا ملعب، داخل ملعب عادي. ليش ما في إرادة جادة عند اللاعب شكر الله عشان يبني عضل بدال الشحم؟ أحس بساعده وبطوره أكثر، فما هو رأي اللاعب؟ هذا بدي أقول ساعة اللي قلته، الكلام سهل الفعل صعب. حلو. بسارة يقول لك يا عمري صادتني القشعريرة. حلو.
انتهينا من فقرة أسئلة الجماهير، وأعتقد أن احنا شارفنا على انتهاء الحلقة. احنا وايد كنا مستمتعين مع الكباتن علي شكر الله والسيد كاظم، شرفتونا ونورتونا في بيتكم في بيس أكشن. وقبل ما ننهي هذا اللقاء، أول شيء بسأل سيد كاظم وبختم معاك، بغيت أعرف رأيك في الأسئلة والأحداث. طبعا أولا مشكورين على الاستضافة. أنا توقعت عقب ما حلقت يوصلني اتصال كلمني محمود تقوي. أمانة الاستديو والإعداد والأسئلة وفرصة أن احنا نتكلم هذا مهم، نوصل وجهات نظرنا، وما شاء الله عليكم ما قصرتون وشغل بيّن ملحوظ. أتمنى لك كل التوفيق كابتن في مسيرتك الرياضية وأيضا خارج الرياضة، وإحنا تشرفنا اليوم بلقائك صراحة. علي شكر الله، أبي أسمع رأيك في الحلقة وفي الإعداد وفي الأسئلة. أول شيء أشكركم على الاستضافة، شغل يعني جبار يعني ما شاء الله عليكم. طبعا مهدي لك مستقبل في الاستضافة، يعني أسئلتك ممتازة، وأتمنى كنا يعني عليكم ضيوف خفيفين يعني، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أجمعين يا رب، إن شاء الله بين اللقاءات الثانية في المستقبل ونستضيفكم مرة ثانية إن شاء الله. أعزائي متابعين حساب بيس أكشن، احنا وصلنا إلى ختام الحلقة، نشكر متابعتكم معنا، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج رضا ولم، مع السلامة.